احنا سيبكوا بقى النهارده ان شاء راحتكوا. الله انا معايا استاذه مي، برضو حضرتك اتعرفت عليها قبل كده في مشروع الاداره الافتراضيه، كانت مشاركه معانا من الوادي الجديد، اكيد حضرتك شاركتني فاكرها. فعلا. ما شاء الله عليه. استاذه مي سفير لميرج كيوب وكو سبيس، النهارده هتعرض لنا باستفاضه ازاي ندخل على موقع الميرج، وان شاء الله انا برضو هقدم بعدها ازاي نستخرج او نكون دروس باستخدام الكو سبيس ايديو في التعليم. طبعا احنا النهارده بنستهدف المتحدثين باللغه العربيه، لان في كل مكان في فيديوهات تعليميه وفي تيوتوريالز موجوده كتير كتير على اليوتيوب، لكن هي احنا مفتقدين التيوتوريالز الموجوده باللغه العربيه. فاحنا حبينا كسفراء بالنسبه لي انا ومي في مصر وفي الوطن العربي او في الناطقين للمواجهه الناطقين باللغه العربيه، ان احنا نبدا اول خطوه النهارده ان احنا نعمل فيديو تعليمي او فيديو تدريبي على استخدام AR وVR ميرج كيوب وكوزبيس باللغه العربيه، عشان نحقق اكبر استفاده ممكنه. ومعانا مجموعه معلمين من كل انحاء الجمهوريه على ما اظن، وفي من خارج مصر. في حد هنا يا جماعه من خارج مصر؟ كلنا طيب هنا في مصر؟ طيب هو بالنسبة للناس اللي أول مرة يستخدموا برنامج سكايب، لو أنتوا حابين تتكلموا ممكن تفتحوا المايك، هو المايك بالديفولت بتاعه بيكون مقفول، يعني احنا ما حدش قفل المايك عليكم، هو الديفولت بتاعه ان هو يكون مقفول. اهلا وسهلا استاذه سوزان، بتقول ان هي من مصر من محافظه دمياط. طيب ممكن على بال ما بقيه الناس تدخل كل واحد يكتب لنا كده في الشات هو من محافظه ايه. اهلا استاذه ايمان من القاهره. هانم، استاذه هانم من محافظه الشرقيه، اهلا وسهلا. منى عيسى برضو القاهرة، وفاء منورة يا وفاء، وأكيد طبعا دكتور خالد من القليوبية، محمد سالم غربية، أهلا وسهلا بيكم أستاذة سالي. انا بس عايز اقول حاجه اتفضل دكتور لميس، اتفضل. يعني بصراحه حاجه جميله وحاجه رائعه الشغل اللي انتوا بتعملوه ده، انت والاستاذه مي، جو جميل، ونتمنى العدد ده يكون بالعشرات والمئات. هو بالنسبة لخطوة أولى طبعا ده حاجة جميلة، احنا بنستخدم حاجه جميله، وربنا يوفقك يا رب. يا رب. طيب انت يا التوفيق دكتور خالد ممكن تدينا انت كده فكرة عن الاي ار والفي ار قبل ما نبدأ، يا فكرة سريعة كده. يا فاهم خالد، دكتورة والله النهاردة. انا اللي ادي. اهلا يا استاذ، انا اللي ادي في وجودكم. لا طيب انت حابب فاكر تعرف بس. ايه، لان مي هي اللي هتبدأ، مي هي اللي هتبدأ نسمع معانا. نسمع بقى للسفراء بتوعنا انت حابب الجمال دول. تسمع ايه عنه او موجه لايه؟ يعني انت مثلا عايزنا نتخصص في ايه، ولا انت عايز تسمع بشكل عام؟ ده طبعا استاذه مي انا هتقول لنا كل ما يلزم يعني، بس يعني انت طبعا حابب تعرف في مجال معين مثلا في اللغه؟ والله الموضوع يعتبر جديد على الكل، طيب أظن كده أستاذة مي هتبدأي. تقفلي الشير من عندك عشان ابدا الشير من عندي. خلاص ابدأي الشير وهي هيقف عندي تتفرج. خلاص تمام ماشي. ظهر عندك يا جماعة؟
ظهرت الشاشة يا جماعة؟ لا لسه بتحمل. طيب ماشي. لما تظهر مش خميس بلغيني عشان طبعا ظهر الشاشة عندي مش شايفة التعليقات. اه ظهرت يا مان، وانا هرد على التعليقات. اتفضلي. اه تمام يا ميس، ماشي. السلام عليكم. اولا معاكم النهارده كان هو يوم كده حاجه خفيفه عليكم، بس طبعا احنا من مصر، فاخذنا الحمد لله ربنا كرمنا ان احنا بقينا سفراء لشركه ميرج والكوز بيسس على مستوى مصر والشرق الاوسط. فحبينا نعمل نجيب حاجه جزء من الحاجات اللي احنا نعرفها ننفذها حضراتكم، يعني تبقى حاجه كده للجميع، بحيث ان احنا العلم للجميع زي ما بيقولوا، ينتفع به الغير. فالنهارده انا هعرفكم على نفسي، انا اسمي مي محمد عبد اللطيف، محافظ بلدي جديد، معلم اول علوم، ومعلم مبدع من شركه مايكروسوفت، ومعلم خبير من شركه مايكروسوفت من 2015. وانا سافرت مثلت جمهوريه مصر العربيه والمحافظه بتاعتي سنغافوره، مؤتمر سنغافوره العالمي بتاع مايكروسوفت 2018. فحابين النهارده نعرفكم عن حاجه بسيطه عن الواقع الافتراضي والمعزز. كده صوت كويس بس عشان اعرف انا صوت كويس ليكم ولا ايه؟ الصوت كويس يا مي، واي حد عنده مشكله ممكن يخرج هتقول ويدخل بيها. تاني. تمام يا مستر، اللي عنده تمام. مشكله يا جماعه يخرج ويدخل تاني. تمام. أول حاجة هنتكلم عنها هو هيبقى محاضرة خفيفة خالص كده بسيطة عن الميرج كيوب. فأول حاجة هنبدأ فيها إيه هي الفرق بين حاجات، اللي هو الميكس والفيرتواليتي. طبعا كل واحده من دول ليها اختصار معين، يعني مثلا ميكس رياليتي بالام ار، الفيرتواليتي هي الفي ار، اوجمانتد رياليتي بالاي ار. فاول حاجه بالنسبه لنا اللي هي الواقع الافتراضي اللي هو في ار، حتى لو بصيتوا على الكلام المكتوب انا هقول لكم بالبلد زي ما بنقول كده، اللي هي الحاجه البسيطه ان انت بتستخدم انت نظاره اللي هي الفي ار الخاصه بالواقع الافتراضي، زي ما بنشوفها يا جماعه في السينما في المولات الموجوده الكبيره، لما يقول لك خد النظاره دي اتفرج عنها وانت كانك تتخيل نفسك انت جوه لعبه، تتخيل نفسك ان انت جوه الغابه، تحس ان انت جوه شجره وبتنزل راسك تحت كده عشان تحس ان الشجره هتخبط فيك. دي اسم الواقع الافتراضي، انت بتستخدم نظاره، يعني دي اداه معينه اللي هي ليها نظاره خاصه وبتكون مهمه جدا في الالعاب الفيديو وفي افلام السينما، وبرده بنستخدمها في المجال التعليمي اللي احنا جزء هنشرحه ليكم في الميرج كيوب. طب بالنسبه للواقع الافتراضي اللي هو الفي ار، الواقع المعزز اللي هو الاي ار، وده الشائع يا جماعه، وده الشائع في العمليه التعليميه بالنسبه لنا، ان اسهل حاجه ليه استخدام الموبايل، والموبايل وكمان ايه برامج ممكن استخدمها، برامج ما تكونش اساسا اونلاين، يعني حتى لو ما فيش نت في المدرسه هنعرف نستخدمها بالفعل في العمليه التعليميه، ان احنا ممكن عن طريق موبايل واداه من الاداءات، سواء كان من جي بي يو، سواء ادوات اوراق عمل، سواء هنوريكم الحاجات دي اوراق عمل كذا حاجه، يعني الواقع المعزز مش من جي بي يو بس، الواقع المعزز فيه حاجات كتيره خالص. احنا بقى في جزء بقى احنا خدنا فيه سفير اللي هو الميرج كيوب كجزء، لكن اللي احنا في حاجات كتيره خالص بالنسبه للواقع المعزز. بنستخدمه ايه؟ بنستخدمه شاشه الهاتف اللي هو شاشه الموبايل، لكن الواقع الافتراضي بنستخدمه ايه؟ النظاره. الواقع مختلط بقى من اسمه اللي هو مختلط ام ار، الام ار يعني حاجه مجتمع، يعني واقع بيكون مختلط ما بين الواقع الافتراضي والواقع اللي بيكون ايه؟ الواقع المعزز، اللي هو بيكون ممكن ان انا استخدم نظاره خاصه بي اللي هو خاص بالواقع المختلط، ودي نظاره غاليه جدا بلبسها، وفي نفس الوقت بتخيل قدامي ان انا ايه؟ حاجات قدامي موجوده، فانا كده بجمع بين الاثنين الواقع الافتراضي والواقع الايه؟ الواقع المعزز. النظارات بتاعتهم يا جماعه، اللي هي اول نظاره لينا اللي هي الفي ار، الصوت واصل يا جماعه؟ ايوه تمام يا استاذه مي. تمام صوت واصل؟ ايوه تمام. اول نظاره لينا اللي هي نظاره الفي ار بوكس اللي انتم شايفينها على الجنب دي، دي نوع من انواع النظارات، يعني مش النظاره دي بس وخلاص، لا دي نظارات كتيره وباسعار مختلفه، في اسعار رخيصه تبدا من 50 جنيه لحد بتوصل لحد الافات مؤلفه، لكن في منها انواع رخيصه هي اللي دي اللي قدامكم. احنا بالنسبه لنا في شركه ميرج جايبين لنا هم نظاره خاصه بشركه ميرج، فتلاقوا النظاره بتاعتها ميرج كده. حضراتكم لو حضرتوا مع الميس في القاهره في التدريبات اكيد شفتوها، اللي هي نظاره اللي هي خاصه بشركه ميرج، كلها واحد بس الفكره تختلف من ايه؟ الكفاءه بتاعتها. بعد كده في نظاره بتاعت الاي ار، وهي دي مش نظاره يعني
بتقولي لي طب ما انت غلط، الموضوع مش ساقعه جامد، الشائع اللي متمسك فيها ايه الموبايل بتاعي، وده الافضل. في بقى كده اخر نظاره هي ام ار، دي غاليه جدا، اللي هي الام ار. الام ار دي شوف انت بقى ايه، زي الهولوجرام كده، اللي انت بتلبس نظاره وتتخيل نفسك ان كان جهاز عظمي قدامك، بتعمل بدراعك يمين شمال، بتتخيل الواقع ده، دي اسمها نظاره الام ار. اللي انتوا شايفين دلوقتي الصوره دي، الصوره اللي على اليمين اللي هي الاي ار، اللي هي موبايل، يعني انا مستخدمه موبايل في ايدي، يبقى كده عملت اي ار، هي اوجمنتد رياليتي. استخدمت نظاره يبقى عملت ايه؟ الاي ار، اللي هو الواقع الايه؟ الافتراضي. صورة قدام انا افتكر دي انهي واقع؟ عايزه اجابات. يلا يا جماعة، ده نضارة ايه؟ ده واقع ايه؟ ده انا الأستاذ أمالي اتطلق بتقول. ابني. في أستاذ محمد سالم بيقول المعزز. لا عندي اجابات اخرى. في حد هيجاوب إجابة تانية؟ ايوه ها همت هتجيبها، يلا يا همت. ها هي بتقول ام ار، ومحمد سالم قال في ار. ايوه هي برافو واقع عليك. افتراضي، ان انا كنت ساعتها كانت قدامي كاولي لعبه، ومستخدمه انا برضه الدراع في ايديا، وبستخدم النظاره، فنظاره ودراعات في ايديا، يعني انا بلعب العاب، العاب يعني في ار، اللي بتتخيل نفسك انت جوه اللعبه، وبتتكسر انت الحاجات جواها وتعمل، يبقى انت كده عملت ايه؟ في ار. تمام؟ مين اللي قال الاجابه يا اسلاميس؟ مستر استاذ محمد محمد؟ سالم. ماشي، برافو يا استاذ محمد. هو انا بس عايزه اضيف حاجه الاستاذه مي قالتها بالنسبه للنظاره دي، هل اتفضلي هي يا مستنيس. النظاره اصلا معتمه؟ معناها ان هو بيفصلك عن العالم الخارجي تماما وبينقلك لعالم افتراضي. فاول ما تشوف النظاره تمام. الشكل ده مقفوله خالص، هي مقفوله خالص، اذا هو عزلك عن العالم الخارجي وعايشك في عالم تاني افتراضي كلك. يعني بص حواليك، هي مش هتشوف استاذه رشا اللي وراها، مش هتشوفها، هي هتكون كأنها جوه العالم وشايفة العالم اللي حواليها. كملي يا أستاذة مي، ما شاء الله. تمام ماشي، الله يخليه. هنبدا باول اداه معانا، اللي هي اداه الكيمرج كيوب، اللي هي المكعب اللي حضرتكم شفتيه دلوقتي، اللي هو عمل انقلاب في الفتره اللي فاتت على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي هي الميرج كيوب. ده عباره عن اللي انتم شايفينه دلوقتي، مكعب عادي. احنا بالنسبه لنا اول معرفنا الموضوع بتاع الميرج كيوب بالحقيقه كانت الميس نيلي حامد، اللي قالت لنا عليه ساعتها، جابت لنا الورقه اللي بتطبعها عن طريق اللي هو طبعه عاديه، ورقه اي 4 عادي، انا بطويها بيبقى شكل مكعب. تمام؟ دي بالنسبه لنا دي بتبقى سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه، مش مكلفه. انا عن نفسي في البيت لما جت لي الورقه دي وجبتها وطبعتها، حطيتها على شاشه تقدير كرتون، وتليتها بكرتونه، تحس بالمكعب ماسك نفسه شويه، واشتغلت بيه وزي الفل، واشتغل معايا زي الفل، مش اي مشاكل، مش فرق بينه وبين الحقيقي، يعني كان كويس فعلا. طبعا دلوقتي احنا معانا الحقيقي، لما جانا من شركه مانش ودانا الحقيقي اللي هو المكعب الحقيقي، بس بيدي نفس الايه؟ بيدي نفس الكفاءه، مع الفرق طبعا الخامه نفسها، الخامه بتاعت الاصل طبعا ايه؟ نظيفه. الميرج كيوب ده عشان احصل عليه المكعب ده بشتريه انا من شركه امازون. لو انا عندي دخل كده وماليات اشتري النظاره واشتري المكعب. السعر بتاعهم بيعادل بالمصري ب 1080 جنيه مصري. النظاره والمكعب بس، الجمارك بتبقى غاليه شويه. اللي هي الجمارك عليه بتبقى غاليه شويه عشان خاطر ايه؟ لو عندي جايه من بره، دي امريكا. الأسوأ بقى ان هي المشكله حاليا دلوقتي مش متاح لنا في مصر ان هي تيجي من بره مصر، بس ايه؟ مش متاح لنا في مصر ان هي تيجي من بره مصر، بس ايه؟ بس الفتره اللي جايه هيبقى متاح عادي الله. يعني ده بالنسبه للميرج كيوب، حكايه الميرج كيوب يعني الرسومات اللي مرسومه عليه دي رسومات، رسومات البرمجه، يعني مجرد ان هو مكعب واحد فقط وعليه اكتر من 50 ابلكيشن انا بشغله عليه. في ابلكيشنات بتكون بالفلوس، وفي ابلكيشن بتكون مجاني. طبعا انت لو صدمت المجاني فل وجميل ويدي غرض، ولو لو انت معاك مليات عادي ممكن تشتري التطبيق، مش غالي على فكره، هو تقريبا 1 دولار 2 دولار، يعني ما تبقاش 30 جنيه مصري، يعني حاجات برضه مش اسعار غاليه، هو ده اللي انت تستخدمه مع طلابك. ده بالنسبه للميرج كيوب. دي الصوره اللي كانت فيها معايا في الفصل، ده الواقع
بشوفه ان الطالب ماسك في ايده المكعب وانا باخد لقطه الشاشه بالموبايل بيظهر لي الشمس كاني ماسكها في ايديا. ودي دي حاجه مهمه جدا ان ابهرت الطلاب. انا عايزه اقول حاجه بس يا استاذه مي، استاذه مي انتوا سامعيني يا جماعه؟ اي معاك يا مس، اتفضلي. انا عايزه اضيف حاجه على اللي انت قلتيه. مش معنى ان انا مش معايا الميرج كيوب الحقيقي ان انا مش هقدر اشتغل، بالعكس احنا كلنا اشتغلنا عليه بالورق، وانت تقدر تطبع الورقة دي على مساحات اكبر، بس اهم حاجة يكون الحبر تقيل شوية علشان يقدر يقراها، ومش هيفرق خالص عن الحقيقي. يعني انا مش مضطر ان انا اجيب من امازون، مش مضطر ان انا اتفق مع حد من امريكا علشان يجيبه، بقى بالعكس هي الصورة انا بعتها لمجموعة البريتش كونسل امبارح على مجموعة الواتساب، ممكن حضرتك تطبعها بكل سهولة، هتستخدم زي ما هي صورتك طالعة مع نائب المحافظ كده، هي برضه بالظبط. هتستخدموها دي الكرتون على بنفس فكرة. الكفاءة، نفس الكفاءة بالظبط. يعني انتوا ما تقلقوش خالص، ما تقولوش مش معايا ميرج كيوب، لا، والموبايل في ايدينا كلنا، فهي دي مش مشكلة خالص. تمام. اتفضلي يا استاذ. ايوه، هي الصوره اللي تحت دي كنت انا نائبه المحافظ، جت عندي لما سمعت بالموضوع بتاع الميرج كيوب، فجت عندي. اللي معايا ده مش الاصلي، ده معايا زي ما الناس قالت الكرتون اللي انا عملتها، بس كرتون بقى تقيل شويه. بس صدمت الموبايل بتاعي، ولا في نت في المدرسه، ولا في امكانيات ولا حاجه، وصدمت. وهي الظهر كبير جدا، والموضوع ده على فكره سمع حتى على الشركه هناك لما لقوا الاهتمام القيادات ان هي تيجي بنفسها المدرسه ان تشوف حاجه زي كده، فكان حاجه ممتازه. وعشان كده قدموا لي الدعم، الدعم ان هم خلوني معاهم سفير، وان انا اشتغل معاهم في العمليه التعليميه، واشتغل ويجيبوا لي الايه الهدايا اللي صدمها في التدريب بتاعنا. تمام. ده بالنسبه للميرج كيوب، ده من ده اداه اللي هو الميرج كيوب، ده اداه من ضمن الاداءات. هل بس هو ده الواقع المعزز؟ يعني انا الواقع المعزز اقول ميرج كيوب؟ لا، الميرج كيوب ده اداه واحده من ضمن اداءات الواقع المعزز. في تطبيقات كتير على جوجل بلاي ممكن احملها وتستخدم كواقع معزز في العمليه التعليميه عن طريق برضه الموبايل. انا جايبه لكم دلوقتي ثلاث حاجات، طبعا في كتير خالص بس شيل الوقت، فجايبه لكم ثلاث تطبيقات. اول تطبيق عندك هنا على ايد اليمين اللي هو بتاع كيمستري اي ار، زي ما شايفين الصوره كده، يعني عباره عن بطاقات انا بطبعها ابيض واسود عادي، ما تقوليش مثلا الوان والكلام ده، والله ابيض واسود واشتغلت معايا زي الفل. بطبعها عادي ابيض واسود عادي، واول ما اقرب بيها بالابلكيشن، بقرب بيها الكاميرا بتاعت الموبايل، بلاقي زي ما شايفين كده الاكسجين طلع، الهيدروجين اللي هي مستويات الطاقه بتلف، برده تنفع في الكيمياء قوي، يعني تنفع في المواد اللي هي المرحله الاعداديه بتوع العلوم. برده اللي جنبيه اللي هو الكيمستري سيميوليتر اي ار، نفس الكلام، انتوا شايفينه برده كروت زي كده، وبطبعها عادي ابيض واسود، ويقرا لي بالشكل اللي شايفينه بالظبط في الصوره دي، ممكن تبقى حاجه كويسه. طول ما صدمت موبايل يبقى انت كده عملت ايه، واقع معزز. اخر تطبيق، انا قلت برضه عشان الناس ما تقولش علوم وانا محيزه للعلوم، لا، في جايب لكم تطبيق تاني خاص برضه باللغه الانجليزيه. برضه عباره عن صفحات موجود فيها حروف الاي بي سي دي حروف، وكل ما اقرب الموبايل ناحيه الحرف الاقي تفاحه طلعت اللي هي الابل، البي مثلا عليها بنانه، وموسيقى بقى شغاله وبيقول لك الحروف فيها، يعني اغاني في نفس الوقت. ايه الطالب بيشوف النطق الصحيح وفي نفس الوقت شايف الايه الشكل بتاع البنانه والابل قدام. ودي من ضمن العمليات اللي عمرها ما تنسى من الذاكره بالنسبه للايه بالنسبه للطالب. بالنسبه يا جماعه العرض بتاعي اللي انا كنت عاملاه النهارده الخاص بالواقع المعزز والواقع الافتراضي اللي هو الجزء الخاص بالميرج كيوب. في حاجه تاني بس ده بالنسبه للعرض، مش هطول على الميس لميس، ثواني يا جماعه كده. في هنا في ظهر في صفحه ناس، ايوه ظهرت معايا الميرج، ميرج ايوه اوبجكت فيور. تمام. في قبل ما اجيب البتاع ده والصفحه الرئيسيه، بصوا يا جماعه دي الصفحه الرئيسيه بتاعت شركه. شكرا.
على جنب هنا في الثلاث شروط اللي فوق بعض دول في كريت اكونت. ليه؟ ليه اعمل انا حساب على شركه من فوق دوت؟ لا ده اسمه اوبجكت فيور، برنامج بعمل بيه اشخاص او صور 3 دي. مثلا عندك في مثلا عندك الكوز من الميرج عن طريقها ممكن استخدم بالاوبجكت فيور واعرضه. طب ازاي برضو تعملها تلغي كتير وبرضو مش فاهمين الحوار ازاي؟ انا عملت حساب على الصفحه دي اهو بشكل المنظر ده، ما هي اهي على جنب وصلت الصفحه ناس يا مستنيس. وصلت يا مي، بس الصوت بيقطع كتير، بيقطع عندي الصوت بيروح وبيقطع. طب كده كده كويس. طب تمام. هنا يا جماعه الصفحه الرئيسيه، يبقى على جنب كده اسمي اللي سجلت فيه من شويه. تمام. وانا عملت مثلا شكل معين او تصميم معين 3 دي، حتى لو استخدمت اللي هو البين 3 دي اللي هو في الويندوز 10 في حاجه اسمها رسام 3 دي. تمام. لو انت استخدمته برضه بيطلع اشكال 3 دي وحاجات حلوه كده. الخلاصه كلها ان انت بتحفظ الصوره اللي انت عملتها على الجهاز بتاعك، وبعد كده بختار من هنا كلمه ابلود. الابلود ده بختار منه ويقول لك شوز افايل، اضغط عليه اشوف منه ايه الصور اللي تظهر لي. فين؟ تظهر لي في الصفحه بتاعتي. مثلا انا كنت هنا عامله حاجه على ماينكرافت، كنت عامل حاجه على ماينكرافت هنا بس الدنيا اتزغت مني مش عارفه راحت فين. صوره كده كنت عامله زي معبد هيبس كده. المهم ان الصوره دي برفعها، اي الصوره ذات يعني الصوره اللي عاملاها اصلا ان تكون 3 دي، برفع الصوره دي وبعمل لها ايه؟ بعمل لها اوبن. تمام. لما اطرقها زي اللي انتم شايفينه من تحت، ده شغلي انا اللي انا عاملاه من تحت، ده بيديني كود لي. شايفين يعني مثلا الشغل ده مكتوب ليه كود عشان انا ما بحمل الكود بتاع الشغل بتاعي. اضغط انا على الكود واكتبه راح يظهر لي الشكل اللي ايه اللي انت بتظهر لكم دلوقتي. يعني مثلا دوا التطبيق ده اللي هو اللي انا عاملاه ده اللي هو كان ايه خاص باللي انا كنت عامله بيه، اللي كنت عامله بيه التوزيع الالكتروني وحاجات زي كده. مجرد ما انا عملته على الاوبجكت فيور بيظهر لي بالشكل اللي انتم شايفينه دلوقتي وادخل بيه. تمام. برده الشكل الثاني اللي عاملاه ده في تصميم المدرسه كنت عاملاه بالتينك كارد، كنت عاملاه بيه. بس دي بالنسبه للاوبجكت فيور. لو انتوا عايزين تسجلوا على موقع ميرج، لو انتوا عاملين شغل بال 3 دي وعايزين ترفعوه عن طريق ايه؟ الاوبجكت فيور. يعني الاوبجكت فيور ده هو اساسي في الشغل بتاعه الاكواد، ان انت بترفع الشغل بتاعك من خلاله على الموقع اللي شايفينه ده. حتى ممكن مثل ميس تحط لكم الرابط بتاعه، وهو ده من خلاله من الابلود برفع الشغل بتاعي. طب ايه تاني في شركة ميرج؟ ودي بيعتبر دي كانت اخر حاجة بالنسبة لميرج. في سؤال هنا بيقول هل هناك مواقع نعمل بيها الرسومات 3 دي؟ 3 دي ممكن حضرتك في البين 3 دي ده موجود اصلا على ويندوز 10، نازل على ويندوز 10 اللي هو رسام 3 دي. وفي عندك كمان اللي هو تينكر كارد. تينكر كارد برضه بقى موقع بيعمل الاشكال 3 دي. وفي تاني في مواقع تنفع تنزلي وممكن نستخدمها. الكوز بيز برضه بيجي، بس الكوز بيز دي مشاريع بقى، بروجكت كبير، مش قد صوره واحده، لا دي مشاريع، بتبقى مشاريع كبيره. في برضه سؤال هنا اللي راحته اللي هو الفيرتال تي تيشيرت، ده تطبيق بتاع التيشيرت، ده نوع من انواع برضه تطبيق اللي هو الواقع المعزز. برضه الفيرتال تي ده وتطبيق بنزله ويكون معايا الصوره بتاعت التيشيرت او طبعها على التيشيرت وبنزل. انا بالكوسيونات اجتمد الشراء 45 جنيه كده تشتريها بيكمل لك التطبيق، لكن لو مش تشتري المفتوح بس فيه اللي هو الجهاز الهبلي اللي هو الفري ده. برضه يا جماعه انا بنزل موقع ميرج، ميرج الاصل الميرج في ار دوت كوم، ده كتير مثلا الشورتس اللي دخلت على الشورتس اللي على جنب
طيب مي الصوت راح، في حاجة اسمها سامعيني؟ طيب يا جماعة أنا صوتي طالع؟ ألو الصوت بتروح. تريننج هنا اللي هي تدريبات. اه تمام. بتبقى اونلاين، ممكن انت حضرتك تستخدمها وتشوف الدنيا ماشيه ازاي بالنسبه للميجيك يستثمر الشغل بتاع الخاص. الو ايوه يا مي. الو الو ايوه معاكي، سامعين سامعين. اه تمام، معلش بس يمكن عشان مش بس الشير بتاع الصفحه بيبقى الصوت وحش معاها يعني. طب خلاص انت كده قفلتي الشير تقريبا. انا قفلت الشير. اه تمام، شكرا يا استاذه مي، رائعه. معلش بس في حاجه، بس مستر محمد احمد فوق كان بيسال بيقول على الماين كرافت. اه الماين كرافت ممكن من خلال الطباعه بتاعت 3 دي تعمل مشروع، بس ليه اعدادات معينه، اعدادات معينه بشتغل بيها عن طريقها بقدر اطبع الشغل بتاعي 3 دي. انا عن نفسي كنت عامل مشروع قبل كده على ماين كرافت، بس مش عارفه ادور لكم عليه اصلا، ممكن مش كانت شغاله. اوريكم الصوره بتبقى بال 3 دي عن طريق ماين كرافت، وبرضه برفعها على الاوبجكت فيور وبتظهر لي بنفس الشكل اللي هو الجميل ده. تمام تمام ماشي يا هنا في الشات. انا هوريها لهم، انا هدور عليها والله هي موجوده بس مش عارفه قاعد فين. هوريها لهم، وحتى ساعتها وانت بتشرح الكود بيس انا اكون نزلتها هنا باذن الله. شكرا يا استاذه مي، شكرا. ماشي العافيه. بس طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا هبدا دلوقتي الجزء الثاني من المحاضره، وهو ازاي انا انشئ محتوى في ار او اي ار باستخدام كوز بيس اديو. اول حاجه علشان اعمل حساب على الكوز بيس اديو، ممكن كلكم تطبقوا معايا، او اللي عايز يسجل ورايا، يعني اللي مفاتح اللابتوب قدامه ممكن يسجل ورايا او يشتغل معايا اول باول. اول حاجه هنعملها ان احنا على البراوزر العادي هندخل على cospace.io، هحط لكم اللينك دلوقتي تدخلوا عليه اهو. في حد هيطبق معايا دلوقتي يا جماعة؟ في حد فاتح اللابتوب هيطبق معايا؟ تمام. انا هحط لكم اللينك اهو، cospace.io. هتيجي معانا تظهر الشاشة دي. طب انا عايزه اتاكد برضو يا جماعه انتوا سامعيني. انا مش شايفه التعليقات. ما انت يا عمر عم تشغليش بالك يا ناس. ينفع من الموبايل؟ ينفع من الموبايل يا جماعه. انا سامعاكي سامعاكي. طيب تمام خلاص، احنا دلوقتي الرابط بتاعنا هو cospace.io. طيب هو ده البلاتفورم بتاع الكوسبيس، لو عايزين تاخدوا فكرة عنه ممكن تضغطوا على about وتشوفوا كل الايقونات اللي موجودة فوق، وتشوفوا الجاليري اللي موجود، واي سبورت انتوا عاوزينه هتلاقوه على الموقع. وعلى فكرة بيردوا بسرعة، يعني ممكن في خلال نفس الدقيقة، يعني متلحقش انت تعدي دقيقة بيردوا عليك، يعني لو عندك اي سؤال تسألهم فيه. تمام. طيب انا عايزة اعمل حساب عليه بشكل سريع كده، هنضغط على sign up. لكن لو انا بالفعل عامل حساب هضغط على login. فدلوقتي بما انكم اول مره بتسجلوا حساب، فكلنا هنضغط على ساين اب، وناخد بالنا كويس جدا ان احنا بمجرد ما بنعمل حساب على الكود بيس، نعمل ساين اب، بيحسب شهر مجاني ابتداء من اليوم اللي حضرتك بدات فيه. يعني لو سجلت النهارده 8/8/2019 هيخلص معاك 8/9/2019. كل وقف الخميس. ايوه كده تمام اهو، انا اللي وقفت كده خلاص الشير رجع. طيب بمجرد ما بعمل تمام، بمجرد ما بعمل ساين اب على كوز بيس اديو، طبعا احنا عرفنا ازاي هندخل عليه كوز بيس دوت اي او، هيجي لي الشاشه دي كرييت ان اكونت از ستودنت. حضرتك هتكون ستودنت ولا تيتشر؟ هي نصيحه انه يكون تيتشر، ولو اوريدي هاف ا كوز بيس اديو اكونت
login here. لو انت بالفعل عندك حساب هتضغط هنا، فكلنا هنضغط على teacher. لما بضغط على teacher يقول لي بيأكد عليا تاني انك انت to create a teacher account you must be at least 18 years old. يعني انك انت لو فعلا عايز تعمل حساب على انك teacher انا بأكد عليك انك فوق ال 18 فهتقول I am 18 or older. خلاص يا جماعة التسجيل عليه سهل جدا. اول حاجة عملتها ان انا دخلت coursebase.io واخترت sign up واخترت منها بدل student في عندي student في teacher اخترت teacher وبيأكد عليا ان انا فوق ال 18 سنة. طبعا دي في terms تحاول تقراها وهي مش هتتنشط معاك انك تنقل على اللي بعدها غير لما تقراها لغاية الاخر، بتنزل بالسهم لغاية تحت ولما تخلص خالص تقول له اجري اهي please review and accept our terms of use. هقول له I agree. هنا بقى بيقول لي اختار هتنشئ حسابك بايه، هل هتنشئ بالجوجل ولا بالاوفيس 365 بتاع حضرتك. واظن كلكم او معظمكم كنت معايا في تدريب البريتش كونسل وكلكم فعلتوا ايميلات الوزاره، واللي عنده مشكله فيه ممكن يسجل باي ايميل اخر، يكتب النيم هنا واليوزر نيم والايميل والباسورد وفي الاخر يقول له كرييت ماي اكونت، هيقول كرييت ماي اكونت. ماشي يا جماعه؟ طيب لغايه دلوقتي كله تمام؟ عايزه بس اكد على تمام يا مس. تمام ننقل على النقطه اللي بعدها. ما ينفعش من الموبايل يعني. تمام طيب في ناس بتحمل فعلا. تمام ها ايوه تمام ان شاء الله. طيب كلكم كده انشاتوا حساب. لما بحضرتك بتعمل انشاء حساب وتدخل بياناتك بيقول لك روح على الايميل اللي انت مسجل عليه وتعمل فيريفاي لي، بتاكد على الايميل ده. لو ما عملتش الخطوه دي الحساب مش هيتاكد. علشان تاكد حسابك بتجيلك رساله على الايميل اللي حضرتك سجلت فيه. ده معناه ان انا بسجل بايميل يكون ساري، يعني ايميل بفتحه، يعني ايميل مش منتهي، يعني كمان ايميل مش مفعل مش هينفع، اللي هو ايميل الوزاره مش هحطه هو وبس واحط الباسورد بتاعته بس، لا ده انا هيجيلي رساله على الايميل اللي انا سجلت دي يأكد عليا ان انا فعلا انا نفس الشخص ده. كلكم جالكم الايميل، هيكون فيه في الايميل رابط to activate this account، المفروض ان انتوا تتبعوا الرابط ده. هو فعلا موقع الكوز بيس ممكن يكون تقيل معاك بس اصبر عليه شويه، انا علشان كده وقفت دلوقتي على ما تخلصوا تسجيل. لا لو عملنا بالايميل الجماعي برضو هيبقى زي ما هو شهر برضو يا استاذه ايمان. الايميل الجماعي برضو زي ايميل الوزاره برضو هيبقى شهر. طيب في حد عايز يسال اي حاجه قبل ما انقل؟ ايوه الاول ساين اب. ساين اب اد تيتشر وفي اول الدراسه برضو تعملوا للطلاب، الاحسن ان هم يعملوا يكون تيتشر. كل دان يا جماعه، اللي خلص يعمل لي واحد، يكتب لي واحد طيب. يفتح المايك. عملنا دخلنا على coursebase.io اخترنا منها ساين اب واخترنا الايميل اللي احنا هنسجل بيه ونعمل له ساين اب. طبعا عرفناه ان احنا فوق ال 18، هيجي لي رسالة على الإيميل. لو حضرتك بتشتغل على اللابتوب وجالك الإيميل على الموبايل وأكتفته من خلال الموبايل مفيش مشكلة برضه هيشتغل، مش ضروري إن أنا أفتحه على اللابتوب، المهم إن هو الإيميل ده يكون مفعل. بعد كمس اتفضل. اتفضل يا أستاذ محمد. أيوة سامعاك. اتفضل يا استاذ محمد. طيب يعني انقل على النقطه اللي بعدها. خلاص كده كله تمام؟
انا عايزه بس تاكدوا لي كده، انا همت بس اللي قالت لي. مين تاني؟ تمام، لا لا في، لا في استاذه اكتر من هناء، حد. لا استاذه هناء، تمام استاذه هبه. كله تمام يا ميس. طيب دلوقتي بعد ما حضرتك ما اكتبت الايميل، ظهر قدامك ايه؟ ظهر قدامك الشاشه دي اللي هو فيها الجاليري. لو ضغطتوا كلكم على الجاليري هتشوفوا الموقع نفسه منزل دروس، شايفينها قدامكم؟ اه تمام. ايوه كده، يعني افتحوا، بس انا مش شايفه الشات، يعني ايه، يا ريت حد يبقى لا يرد. لا معاكي تمام. طيب في حاجات في الموقع موجوده، شايفين العلامه اللي من فوق دي؟ معناها ان انت تقدر تعمل لها ريميكس. يعني ايه ريميكس؟ يعني انا هاخدها عندي على الموقع بتاعي واعدل فيها ولو حاجات بسيطه. يبقى انا العلامه اللي فوق دي اللي عامله الشكل ده اقدر ان انا اعمل ريميكس منها، ان انا هاخد كوبي منها عندي على حسابي وازود فيها او انقص فيها او احط التاتش بتاعي. تمام، دي برضه هي تنفع ريميكس، وهكذا. وفي كذا كذا ايقونه تحت تقدروا تنزلوا وتتفرجوا عليها. تاني حاجه اللي هي ماي كلاسز، طبعا لو انتوا تيتشر تقدروا تعملوا كلاس للفصل بتاعكم، كرييت كلاس، وهنشوف دلوقتي. وفي ماي كو سبيس، انك انت بتعمل. بس قبل الكلام ده كله، قبل ما انشئ اي حاجه في الكو سبيس دي، عندكم في الجنب ده كلكم شايفين معايا الشاشه ابجريد تو بلو. طبعا انا عشان عامله له ابجريد فهو ظاهر عندي كده، لكن انتوا عندكم 3 اختيارات صح؟ اضغطوا كده على ابجريد تو برو، ظهر ايه؟ حد يفتح المايك كده ويقول لي ظهر ايه قدامه. ابجريد تو برو، انا هنا بس اكتفاه. بيظهر اللي هي باي ليسنس بلان وجوين ليسنس بلان واكتيفيت تريال. ايوه، كلنا نضغط، كلنا نضغط على اكتيفيت تريال، كلنا نضغط على اكتيفيت تريال. طلب منكم ايه؟ انت مين تريال كود؟ هبه. اه هبه. اه الكود ده بقى انا هكتب لكم الكود بتاعي انا ومي، ده اللي هتشتغلوا بيه. طب معلش، التطبيق اللي في الموبايل الاقيها فين؟ على البلاي ستور. هتلاقيها من تحت، من تحت، موجوده من تحت، في شريط من تحت مش من فوق، شريط من تحت هتلاقيها موجوده. ايوه اه مانج، مانج او حاجه زي كده، اسمها مانج او حاجه زي كده. هي مي، مي ام اي ال اي اخرها اتش. لا كول، كول مان ام اي ال اس. اكتبه لك. انا كتبت خلاص. اه انت كتبتيه تمام. يبقى انتوا عندكم دلوقتي في كودين اهم قدامكم، اختاروا اي واحد منهم، اختاروا اي كود من دول وتحطوا كل واحد منهم في حرف، يعني كل حرف في مربع. تاني، منين نجيب الاكتيفيت دي؟ حاضر، هكتبه لكم تاني كده. تمام يا جماعة. يا حبي ايه؟ انا كنت عايزة يا حبي ايه؟ مصطفى. لا الايميل يا استاذة همت مش بيبقى هو نفسه، ده احنا هنختار ايميل تاني بس ممكن نفس الاكواد، لكن يكون ايميل جديد مش موجود قبل كده. تمام تمام دي اه يا بنتي. بالنسبه للصوره بتاعت الميرج كيوب، انا بعت لكم اللينك بتاعها كلنا شفناه. بالنسبه للصوره بتاعت الميرج كيوب، اه موجوده على الجروب بتاع الواتساب. تمام، اصل احنا في ناس برضو مش موجودين معانا في جروب الواتساب، فانتوا اصلا لو كتبتوا على الجوجل عادي، لو كتبتوا ميرج كيوب كده
الفوتوز عادي هتلاقوها موجوده اهي ميرج كيوب، بس الفوتوز ميرج كيوب هتلاقوها موجوده، مجرد ما هتطبعوها هي هتأدي نفس الاداء، هي هتأدي نفس الاداء، هو مفيش فرق. طيب كلنا اكتبنا الكود يا اساتذه؟ اه تمام. طيب دلوقتي علشان تتخيلوا احنا هنشتغل ازاي، هعرض عليكم درس اضغطوا عليه وشوفوه، هعرض عليكم درس، هجيب لكم درس سهل وخفيف كده، شوفوا المنتج النهائي هيكون شكله عامل ازاي، وليكن هو الدرس ده هشوفكم في الشات. مستريس ايوه انا بعت انا بعت لهم دلوقتي لكل اللي في المجموعه التاش الصوره بتاعت الكيوب. تمام التاش، وزائد ان انا كنت حاطه اللينك في اللينك ما قلتش ان يبقى الموضوع يبقى سهل بالنسبه لهم. تمام، واللي مش هيلاقي في التاش ومش هيلاقي اللينك اللي احنا حاطينه، احنا عرفنا ان احنا بندخل على جوجل عادي خالص ونكتب ميرج كيوب بس على الصور بتاعه جوجل، ميرج كيوب بس هتلاقوه، مش يعني مش صعب، صعب موجوده الصوره يعني متوفره، وهتطبعوها بس يكون الحبر تقيل، اهم حاجه يكون الحبر تقيل، عشان كل ما يكون تقيل جدا مش هيفرق حاجه خالص عن الكيوب الحقيقي. كلنا بدانا بالكيوب الورق ده ما فيهوش فرق على فكره، بالعكس احنا عرضناه على قيادات كبيره، احنا عرضنا من خلال الكيوب الورقي ده على قيادات كبيره، على وكيل الوزاره وعلى نائبه المحافظ، وما كناش مكتوبين ولا حاجه ان احنا نعرض على الورقه ده، بيشتغلوا بيه عادي. ده بالعكس يا مسلميس، يعني كان حاجه كويسه ان منتجات البيئه حاجه خفيفه وبسيطه على المدرس واستخدامها عادي، مش مكلف. وبالموبايل العادي اللي هو موجود في ايد كل الاطفال وكل المدرسين، والاب موجود على البلاي ستور بكل بساطه ومجاني، فهو مش مكلف نهائي. طيب انا هحط لكم اللينك ده ممكن تتفرجوا عليه من عندكم، شوفوا كده الدرس بس ممكن يكون شكله عامل ايه. اهو شايفين البنت اللي فوق، ميه بتتكلم ازاي؟ شد ايدك كده وحرك، البنت دي واقفه فوق الفيوز شايفها؟ جنبها ابو الهول وفي جمل وفي ثلاث اهرامات وفي كوين. لو احنا عدلنا هنا الكلام ده بيقول لك هنا كليك هير، بمجرد ما كليك هير ظهرت لي البنت بتتكلم. انتوا متخيلين كده يا جماعه ان انتوا وانتوا ماسكين الكليك هير او مجدي يعقوب، بتكلم على احمد زويل ومجدي يعقوب وصوت وصوره، متخيلين يجيبوا الكيوب على الجنب الثاني. اظن انتوا يا جماعه البريتش كونسل امبارح شفتوا الكيوب معايا، احنا مجرد ما هتحطوا اللينك كده وتسلطوه على الكيوب هيظهر الكلام ده. اعملوا كده لما تيجي النقطه على كليك هير اضغطوا عليها، هتيجي النقطه وانتم ماسكين الكيوب على كليك هير اضغطوا عليها، هتلاقوا البنت بتتكلم وظهر. اقلبوا على الجنب اللي بعده اهو بتتكلم برده على ايه اهميه مصر. تمام، بعد ما خلصنا خالص هجيب من فوق خالص كده الكويز، اضغط على الكويز. شايفين الدرس اصلا لما تعرضوه الدرس بالانجليزي انتم امبارح سالتوا يخلص مين؟ مش ايه؟ هعمله
مهم خليه محامي خلاص. ومحامي جم ليه؟ نافقة. في listening. يسأل هو يجب تغلط قال لي تابريس كوست بالكوي بروفيسور مجدي ايه قدر ولا تمام هين يجيب شامبو فود تورست سبوت لوكس اكس وكل دي معلومات كانت موجوده في الليسننج ان انا اقدر اديهم معظمكم مدرسين انجليش معاكم وهيشوفوا التكست وفي الاخر هيحلوا الكويز وانا بقلب الكيوب يمين وشمال انا عايزه قبل ما اشوف ازاي بيتعمل اتاكد ان كله تمام معاكم مين استاذ محمد احمد رابط الجروب ودكتورة مروة طيب هو احنا عشان احنا كنا في البريتش كونسل كان لينا جروب بس انتوا لو حابين ولا ايه مين هيكون مسؤول الجروب ويجمع الاسماء طيب انا هقول لكم حاجة طب ما احنا دلوقتي خدوا الاكاونت بتاعنا خدوا الاكونت بتاعنا على الفيسبوك ولو عدتوا اي حاجة ابعتوا لنا على الماسنجر واحنا هنتواصل معاكم انا ده كده اسمي على الفيسبوك بس يا ريت لما تبعتوا الاعراض احنا حضرتك بيجيلي طلبات كتير في المراسلة ان انتوا حضرتوا معايا وعايزين مثلا جروب نعمل جروب مع بعض مفيش مشكلة ممكن توضيح ازاي نعرضه السلام عليكم وعليكم السلام مش لميس انا عايزة اعرض الكوسبيس ممكن تتواصلي هو بكل بساطة انت وده موجود من ضمن تطبيقات الماجيك كيو حساب انت عايز مرة ما تقدر هيفتح معاكي بس كان تضع معاكي كود فيس ويقول لك فين الكيوب هتيجي هيبقى الكيوب قدامك لو البرج كيوب هيوضح الشغل اللي احنا ايوه هيقراه تمام في حد عنده اي سؤال تاني علشان نبتدي نشتغل في حد عنده اي سؤال يا جماعه ولا هتنقل على اللي بعده أستاذ رافت أنت أستاذ رافت من سوهاج؟ أيوة يا فندم من سوهاج أهلا وسهلا أهلا بك يا مس أهلا أستاذ رافت أخبارك إيه؟ الحمد لله أستاذ رافت نورتنا تفضل الله يجزيكم خير على الشغل الجامد ده والله الله يخليك أستاذ رافت أستاذ رافت إحنا بندعمك أنت عارف ربنا يخليك ربنا يوفقك كان في حد عايز يسألني سؤال قبل ما أبدأ في حد دلوقتي كان بيسألني في حد عايز يسأل حاجة يا جماعة بعد ذلك كمست طب
طيب يا جماعة دلوقتي هنشوف ازاي ننشئ ننشئ سبيس على الحساب بتاعنا. انا هديكم دلوقتي كود ان انتوا عاملين اكاونت. انا هعمل كلاس ليكم دلوقتي وهسميه فتح المايك يا جماعة بعد اذنكم. ده اسمه نيو ممبر والكود اهو. معلش يا جماعة انا هحط لكم الكود هنا واعملوا جوين كلاس دي علشان اشوف شغلكم حالا. الكود بيس لازم يكون نت يا استاذ محمد احمد، لازم يكون نت ونت عالي كمان، لان بقى في بعض تطبيقات الميرج كيوب زي الاكسبلورر وزي الميرج ثينجز بيشتغل اوفلاين. لا مفيش طريقه اوفلاين، لا للاسف هو عايز نت ونت عالي كمان. الكود بيس لكن تطبيقات الميرج اوفلاين عادي. الكود بيس عايز نت عالي جدا. طيب اللي دخل مين؟ مستر احمد. انا دخلت. تمام. طيب انا هعمل لكم اساينمنت. الاساينمنت ده اسمه ايه؟ جريتنج. كل واحد منكم ممكن اكتبه بالعربي او بالانجليش، بس احنا عشان معظمكم كنتم مدرسين انجليش في البريتش كونسل فانا عملته بالانجليش، لكن انتم ممكن تعملوه بالعربي عادي. اي هالو. وكل واحد هيدخل وهتختاروا بقى انتم هو انديفيديوال ولا جروب ستودنت. خليه انديفيديوال. ما شاء الله دلوقتي عندي هبه دخلت وهناء بحر دخلت ورأفت ومحمد زكي. طيب كل واحد منكم، انا طبعا هاخد مثلا استاذ رأفت، هدخل عند استاذ رأفت كده في الحساب بتاعه وهساعده. كل واحد منكم هيدخل هيلاقي قدامه ايه؟ ميرج كيوب. انا عايزه اسمع الصوت بقى، انتوا بتضطروا يا اما AR VR او ميرج كيوب. اضطروا اول حاجه ميرج كيوب، اختاروا ميرج كيوب. سمعوني صوتكم يا جماعه كده؟ انا مش شايفه الشات. تمام. لا شغالي يا ميس، اتفضلي. انا مش شايفه الشات يا جماعه. ماشي مفيش حاجه في الشات، انا معاه. لا انا عايز الاستاذة اللي كانت بتسأل بعد الاساينمنت ادخلي عادي، اضغطي على اللي بعده. طلعت الشاشة خلاص كده. هيخيرك انت عايزاه AR VR ولا ميرج كيوب. طبعا بما ان احنا النهاردة بنتكلم ان فئتنا ميرج كيوب، فاحنا عايزين نعمل درس هيتعرض على الميرج كيوب اللي فيه بس. تمام. ظهر قدامكم كلكم ميرج كيوب؟ لا ما ظهر. فالتاني ظهر قدامك ايه يا استاذ؟ ظهر ميرج كيوب اهو. بس النت بس. هو معلش هو ايه بياخد وقت شويه وانا معاكم، انا مش مستعجله عليه. المهم ان انتوا تستفيدوا وتطلعوا النهارده بحاجه مفيده وتطبقوا. شايفين يا جماعه؟ ادي الكيوب اهو. انا لو بعدت شويه، طبعا ده من الماوس، ممكن ابعد واقرب كده، ممكن احوله يمين وشمال. عارفين تحولوه يمين وشمال؟ تمام. تمام. طيب افتح المايك وانا اشوف. وانت الماوس عندك يعني يا ريت يكون الماوس اللي هي مش ماوس اللابتوب. يعني ركبي ماوس علشان البكره اللي موجوده في الماوس هي اللي بتقرب وبتبعد بالشكل ده. طيب انا ازاي بقى هعمل ده؟ مش احنا قلنا ان كل واحد هيحيي التانيين. انتوا لو وقفتوا على الكيوب ده اقفوا عليه كده، اقفوا عليه واعملوا كليك يمين. لو ايه؟ انلوك شو سايت. انلوك دي معناها ان انا هحرك مكانه.
ان هو مش ثابت في مكانه كده، اقدر اجيبه يمين وشمال وفوق وتحت، عشان لو عايز اعمل محتوى من تحت. معظم التطبيقات يعني اللي انا اخليه متحرك. معظم التطبيقات اللي انا وريتها لكم امبارح واحنا في البريتش كونسل كان ان التطبيق ما بيجيبش من تحت، من يمين وشمال وفوق، لكن انت لو عايز تعمل من تحت انت ممكن تعمل انلوك وترفعه فوق وتحوده للناحيه الثانيه وتحط عليه المحتوى. وممكن ان انا في الماتيريال الموجوده دي ان انا اغير لونه والتكستشر بتاعه، يعني تخيلوا مثلا كده انا مش عاجبني اللون بتاعه ده، اغير اللون والتكستشر. وكمان ممكن الاوباسيتي بتاعته تتغير لو انا عايزها تكون خفيفه شويه، او لو انا مش عايزه اظهره خالص ما يبقاش باين، بس انا هكون ماسكاه وهيقرا من عليه. تمام، ده في بالنسبه. ايوه من دلوقتي استاذ رفعت هو اللي بيحرك. طيب تمام، انا فاتحه في السبيس بتاعه. تمام، وانتوا برضو اشتغلوا في السبيسز بتاعتكم، اعمل له لوك بقى تانية مثلا عشان ما يفضلش رايح جاي معانا. انا عملت له لوك، انا عملت له، شايفين انا شغاله واستاذ رفعت في نفس الوقت. يعني احنا ممكن نخلي طالبين يكونوا في جروب مع بعض، كل اتنين مع بعض يعملوا بروجكت. دي حاجه هايله قوي. احنا في النظام الجديد في التعليم بنعلم الطلاب التعاون والمشاركه، كولابوريشن كوبريشن وشير، محدش يخبي من حد، كله يدي بعضه. تمام. طيب ايه تاني ممكن اشوف؟ ايه السايد ليبل؟ سايد ليبلز دي عشان ابقى عارف وانا شغال فين التوب وفين الليفت وفين الفرونت. تمام، عشان ابقى عارف انا وانا ماسك الكيوب هعمل ايه وايه. طيب انا لو مش عايز الليبلز دي هايد ليبل. وكمان ممكن احط جواه، انتوا شفتوا امبارح معايا واحنا في البريتش كونسل ان جواه كان جواه اللي هي اجزاء الجسم اللي هي مستر بادي، مش احنا كنا ماسكين الكيوب وبيشوف اللي جواه اللي كانوا معايا امبارح؟ مين؟ تمام شفناه، مش كان جوه الكيوب، ما كانش براه. انا لو عايز اعمل محتوى جوه الكيوب اخليه انسايد فيو، انسايد او فيو اوتسايد. تمام، طيب انا اوريكم من شويه ان البنت واقفه وبتتكلم، صح؟ اجيب البنت منين؟ شايفين اللايبراري اللي موجوده تحت دي كلنا شايفينها قبل ما اضغط عليها؟ شفتوها؟ على يسار. لا ثواني، اللي عليها اشكال، لا اللي جنب ابلود لايبراري. كلكم شفتوها يا اساتذه؟ على الشمال كده، على الشمال اضغطوا عليها كده اللايبراري دي. هتلاقوا عندكم كاركترز، عندي انيمال عندي هاوسينج، عندي نيتشر. كل واحده من دولت فيها اوبجكتس كتيره. فين الاوبجكتس؟ اختاروا الكاركتر اللي انتوا عايزين تشتغلوا بيها، اختاروا الانيمال اللي انتوا عاوزين تحطوه مثلا معاهم. لو هو في درس عن الانيمال بالفارم انيمال او الوايلد انيمال جيبوها من هنا. طيب اجيبها ازاي؟ والهاوسينج برضو موجوده، ده كل ده في اللايبراري اللي موجوده على الموقع نفسه، ما جبتش حاجه من بره، هو اصلا اللي حاطط الحاجات دي. يعني لو طلعت التشير ده الارم تشير اهو حطيته اهو، واجيب بالكاركتر واختار كاركتر موجوده اهو، مثلا البنت دي اهي. الاستاذ رافض دلوقتي طلع اي كاركتر كده او اي حاجه من اللايبراري علشان تشوف ان احنا بنشتغل واحنا مع بعض في نفس الوقت، انا شغاله وهو شغال كله اونلاين اهو، واحنا كلنا ممكن كلنا كنا ندخل على مكان واحد ونعمل بروجكت واحد. مس لميس معلش انا مش معاكي لان انا كنت واخده الكود بتاع مس امنيه. طيب ايه المشكله؟ تعملي زي ما قلتيش، ما قابلش الكود بتاع حضرتك وكده ان انا ادخله. اداني رساله وقال لي ان غير الكود. فانا هعمل ايميل تاني بقى واسجل تاني دلوقتي. هنستناك يعني؟ انا هعمل على الجيميل، انا كنت داخله بايميل الوزاره هعمل على الجيميل. طيب ثواني، هو الاكونت بتاعك هيقفل امتى؟ فاضل قد ايه على الشهر؟ قدامي كده 15 يوم. طيب ما خساره يهمك، انا كنت شغاله وعملت كام مشروع عليهم. طيب يعني ما قابلش الكود بتاعنا؟ لا ما قابلوش دلوقتي. نشوف مين اللي دخل معانا دلوقتي. طب رفعت تكمل دلوقتي معانا ايمان طه وهبه وهناء بحر ورأفت
السلام عليكم مس لميس. وعليكم السلام. معاكي هديل من الشرقيه. اهلا وسهلا. طبعا جزاك الله خيرا. وكنت عايزه اتاكد انا دلوقتي الايميل الوزاره لما جيت ادخل غير مفعل فدخلت بالجيميل. تمام. هو عشان كده انا مش لاقياكم كووركرز ولا ده علشان انا لسه ما دخلتش الكود اللي حضرتك بعتيه؟ طيب انا هبعت الكود تاني اهو. يا ريت على الكونفرسيشن بعد كده. هتعملي ايه؟ جوين كلاس. اوكي join. تمام جوين كلاس هبعته تاني اهو حالا. تمام ظهر اهو. طيب انا هستناكي بقى. كوبيد واعمل جوين كلاس ادخله. جوين كلاس وتدخلي. طيب تمام تستني. شكرا جزيلا. لما يدخل معاك يعرفيني. ماشي حاضر. في حد عايز يسال اي حاجه عشان هنستنى استاذه هديل. استاذ رافه تشتغل علشان هاجي اشوف عملت ايه. انا حطيت ارمد شير وحطيت كاركتر وانا حطيت ارنب. ارنب طيب همت اعملي دلوقتي اي بروجكت دلوقتي على الحساب بتاعك عشان في الاخر خالص هناخد الرابط بتاعه. يعني هم شغالين معايا على الكلاس وانت برضو شغاله في نفس الوقت. تمام تمام ماشي خالص. هوريكي يا استاذه ايمان حالا ازاي بنعمل شير. لسه خطوه الشير ديت لسه. طب دلوقتي انا لو عايزه احط عنصرين فوق بعض تحطي عنصرين فوق بعض يعني مثلا مكتب فريق كتابه وماله عادي المكتب كده بيختفي من ورا. مش عارفه ده نعمله اتاش. بتحطوا في جوين كلاس الكود بتاعكم. طيب انا مش شايفه حد يعني. فين استاذه ايمان اشتغلتي؟ افتحوا اللايبراري يا جماعه حتى لو هتطلعوا اي حاجه بسيطه. كل اللي دخل بالكود يطلع او اي حاجه بسيطه. استاذه ايمان ما دخلتش اصلا. طب مين تاني اشتغل؟ طب في هدير هبه. هي بقى اختارت اي ار وبي ار وهنقبح. ده مين بقى؟ جميل. مين ده بقى؟ مين اللي حط خروف واشخاص وعمل باك؟ جميل. مين ده؟ استاذ محمد زكي. محمد زكي العمل. برافو استاذ محمد. شايفين استاذ محمد عمل ايه؟ طيب شايفين انتوا كتيتشر لما تعملوا كلاس ممكن تتابعوا الطلاب ازاي؟ بنفس الشكل ده. انت ظاهر قدامك الاسم بس انا دلوقتي يعني ما شفتش الاسم لانه كان تحت بس انا ممكن اجيبه دلوقتي اهو. شايفين؟ نشوف استاذ رافت برضو. لكن استاذ رافت عمل برضو هو عمل خروف وعمل ارنب. مثل انا لما عملت جوين كلاس. ايوه استاذ رافت. ايوه انا مستنياكي. انا لما عملت جوين كلاس هو اداني تو اوبشنز تقريبا حاجه في ار والان ار وحاجه ثانيه. اختاري الميرج كيوب لان احنا النهارده شرحنا الميرج كيوب. فاختاري الميرج. انا هدخل على الميرج كيوب. اوكي انا بس معلش بتاخر لان الكهرباء عندي قطعت والواي فاي كل شويه يقفل ويفتح. اعذروني معلش. لا لا همك يا مس. ولا
ربنا يخليك. تسلموا يا رب. شكرا جزيلا. مشاهدينا انا واستاذ رفعت شغالين ازاي مع بعض في نفس الوقت؟ يعني ممكن الطلاب في خلال مثلا ساعة او نص ساعة يخلصوا البروجكت كامل. طيب انا عايزاكم تحطوا كل واحد منكم يحط كاركتر وشايفين ان احنا ممكن نكبر الكاركتر ونصغرها ازاي؟ ونحركوا يمين وشمال ونلف. انتوا الكاركتر نفسها لما تشوفوا فوق كده اللي هي روتيشن دي، انا ممكن ان انا يعني اخليه يبص ناحيه الارنب، يعني اشده كده، اشد الكاركتر تبص باتجاه معين، تتظبط بشكل معين، شايفين؟ ممكن ان انا اسحبها كده، السهم ده كده اتحرك زي ما هي كده يمين وشمال، او ان انا احطها فوق فوق الكيوب كده. عايز اشوفكم كده بتتحكموا في الكاركتر. مس لميس. ايوه مس ايمان بتقول لك ان هي اضافت ورده، شوفيها كده في الشغل بتاعها زرا ولا لا؟ هشوفها اهو. ايمان ايمان طه. ايمان ما دخلتش اصلا. هما بتقول اضافت ورده زهره ولا لا؟ في ايمان تاني؟ طيب في هنا في حد، هنا في حد عمل بايت في كاركتر. بس يا جماعه اضبطوا الكاركتر بقى، اتعلمنا ازاي نضبطها اهو. يعني تيتشر لما يلاقي حد من الطلبه محتاج تظبيط ممكن يساعد معاه، يعني يكبر الكاركتر معاه. اي غلطه في اللانجوج يظبطها، او في محتوى الدرس اللي حاطه. يعني انا عايزاكم تتحكموا في الكاركتر شويه. بتظهر معايا الكاركتر بعيده، مش عارفه اكبرها. لازم ماوس، لازم ماوس يا صلاة. لو معاكي ماوس تسحبيه بيها بالساهل غير الموبايل. انا شغاله على اللاب. طب معاكي ماوس؟ الماوس اللاب. انا شغاله لا على فكره انا شغاله برضو بماوس اللاب. بس هي يمكن الكاركتر بعيدة. طيب هاتي الكاركتر تانية قريبة، هاتيها او اقفي عليها يا استاذة ايمان، اقفي على الكاركتر وشديها معاكي قدام. ايمان فتحوا المايك معلش يا ايمان عشان الصوت عالي. طيب اسلاميس انا ليه لما باجي اعمل جوين كلاس بيجيب لي الكلاس اللي هو جريتنج، بدوس على جريتنجز اللي هو اسم الكلاس بيقول لي بلاي، يعني ما بيدخلنيش اعمل كريشن زيكم. دخلت الكود يا فديل؟ دخلت الكود وطلع لي اسم الكلاس اللي هو جريتنج. انت داخله اهو. بدوس عليه. انت معانا؟ معانا يا مس. انت معانا. تمام باجي. ايوه انا معاكم، بس بدوس بقى على كلمه جريتنجز بيقوم يطلع لي علامه البلاي. طب دوسي. تمام. ما انت كده هتخش جوه الصفحه بتاعتك. لما دوست مش عارفه ما لقيتش نفس اللي انتوا فيه ده دلوقتي. احاول تاني. طب معلش ادخل تاني، اصل دي عرض. عرض بس ما انا عارفه، ما انا مستغربه عشان كده. بس بدوس بلاي. اخرجي بيقول لي ار كود ستارتنج. انا خرجت ودخلت كم مره. طيب ظهر ايه دلوقتي؟ بيقول لي بيظهر لي بقى بعد البلاي هولد يور ميرج كيوب ان فرونت اوف ذا كاميرا. انت كده بتشغلي بقى الكاميرا والشقه قدامي اهي على الموبايل صح؟ على الموبايل عشان كده. ممكن ممكن. يا مي هي كده بتعرضه. دي على الموبايل. عايز لابي بقى احسن. هو انا لو دوست على ستارت اوفر، لو عملت ستارت اوفر امسح لكم كل اللي انتوا عملتوه ده ولا ايه؟ لا مش هتمسح لي حاجه، اعملي ستارت اوفر كده واعملي جوين كلاس. اوكي برضو بعت لي بلاي، ما فيش فايده. طب يعني إيه؟ اخترت الميرج كيوب من الاول. طب ايه الفكره؟ طيب يعني ايه السبب؟ طب يا زهره عندك ازاي يا سلاميس؟ انا عندي هديل صح؟ زهره. تمام. فاضي. طب انا ثواني هقول لك حاجه. طب ما تضيفي حاجه.
انا مش ظاهر لي اصلا يعني المكان اللي انتوا فيه ده مش ظاهر لي خالص، انا ظاهر لي سما زرقاء بس دلوقتي. ما هو ده فعلا، ما هو فاضي فعلا، ما هو صفحتك فاضيه فعلا. طب معلش انا عملت لك عليها انا ما دوستهاش. طيب معلش انا عملت لك تاني ريستارت تاني ليه، اضغطي تاني كده. حاضر. ده هو دوست عليه لودنج كو سبيس جريتنجز، برضو بتفتح لي شاشه اورنج كده في وشيا وعلامه البلاي كبيره في النص، بدوس بلاي بيطلع لي سما زرقاء بس كده، فما اعرفش ده عشان انا موبايل مش لابتوب ولا ايه. هو يمكن مش عارفه ليه عمل كده الحقيقه. طيب في حد يا جماعه موجود ما سمعش اللي احنا قلناه قبل كده؟ في حد موجود ما سمعش اللي احنا خدناه قبل كده؟ في حد لسه داخل؟ احنا النهارده بعد ما خدنا مع الاستاذه مي الماجيك كيوب وتطبيقات الماجيك كيوب، خدنا ازاي ان احنا ندخل على postbase.io ونسجل حساب جديد اما بالجوجل او بالاوفيس 365، ولو عايز يكون عندك ايميل تاني مثلا بالهوت ميل او بالياهو او ايا كان ايه، ممكن تكتب الاسم اليوزر نيم والايميل والباسورد اي ايميل، مفيش مشكله خالص، وهتقولوا له كريت ماي اكونت. بعد ما تقولوا له كريت ماي اكونت انتوا هتوافقوا على انكم فوق ال 18 سنه، وهيجي لكم فيريفيكيشن كود على الايميل نفسه. طيب بعد ما بتفعلوا الايميل هتدخلوا على حسابكم. هتدخلوا مايك يا فاتن. ايوه طيب عملتوا اكتيفيشن للكود بتاعكم، هيظهر عندكم اختيار ثالث اديت لكم الاكواد بتاعتنا، اكتبها تاني. اكتبي يا مي معايا. حاضر يا مس، علشان ده هيقعد معاكم، ده اللي هيفتح لكم الميرج كيوب. انا خدتهم كوبي على فكره من فوق، دكتيريش خلاص. احفظوا بس الاكواد يا جماعه، احفظوا الاكواد عشان هتحتاجوهم بعد كده كتير. احفظوهم عندكم حتى لو على ورقه وورد او تبعتوها ماسنجر لنفسكم او اي حاجه، او تصوروها بالموبايل اي حاجه بحيث بتبقى محفوظه معاكم على طول. طيب طبعا هنا عندكم ممكن تنشئوا كلاس جديد او ممكن تعملوا سبيس جديد. طب ازاي ان انا انشئ سبيس جديد بقى؟ احنا خدنا قبل شويه ماي كلاس وعملنا كلاس جديد، بالنسبه لكم انتوا عملتوا جوين كلاس، ونكتب الكود اللي انا اديته لكم من شويه. اعمل سبيس جديد بقى ليا ازاي علشان اشيره؟ بنعمل كرييت كود سبيس، بيخيرك انت عايزه اي ار او في ار ولا عايزه ماجيك كيوب. احنا علشان بندعم الميرج كيوب النهارده كانت المحاضره اولها على الميرج كيوب، فاحنا هنختار الميرج كيوب، لكن لو انتوا عاوزين تعملوه بي ار وهتشتغلوا عليه بالنضاره فهتختاروا الاختيار الاول. لما هختار ميرج كيوب بيفتح معايا الكيوب بالشكل ده. علمتكم من شويه ازاي ان انا لما بعمل كلاس الطلاب بيجيبوا منين الكاركتر، انتوا كمان هتطلعوا من هنا من اللايبراري مثلا، هتجيبوا اتنين كاركترز يكلموا بعض اهو، حتى الكاركترز دي ممكن احولها واكبرها واصغرها، وممكن يكون معاهم كمان انيمال مثلا قطه صغيره او اي حاجه قدامهم، ولو مش عاجبكم لون القطه مثلا ممكن تغيروه. يعني هنا في قطه لونها ايه؟
اسود انتوا شايفينها اهي. طب ما انا ممكن اغير اللون لو هو مش عاجبني يعني، اهي اعمل عليها كليك يمين وهقول له ايه ماتيريال واختار اللون اللي انا عاوزاه من هنا، اخليها مثلا اللون ده خلاص اتغير انا احمر احمر. هي هي القطة اهي، ممكن ان انا اكبرها واصغرها، وعرفنا ازاي ان احنا بنعمل روتيشن ليها اهي. كبري يا ميس الاطفال دول، كبري عشان ميس هما كبري كده عشان ميس هما عايز تعرف حته التكبير ازاي تكبر. اهو بصوا ازاي شايفين الطالبة اللي ورا دي بالاسهم دي، من الاسهم اللي فوق بعض دي يا ميس هما موجودة دي. في حد كان بيقول الكاركتر بتيجي بعيدة، اقفوا عليها كده وشدوا بالماوس، اقفوا عليها وشدوا بالماوس هتكبر معاك اهي او تصغر. طيب مثلا انا مش عاجبني التيشيرت اللي هي لابساه، ممكن برضو اروح على ماتيريال، وهنا بيقول لي ممكن اغير لون الشعر، ممكن اغير لون البنطلون يكون مثلا لونه هنا ازرق، وممكن الشيرت يكون لونه مع الازرق مين موف موف، ولكن حتى اللون لون البشره نفسه ممكن الجلد جلد. شايفين الكاركتر اتغيرت اهي خالص اللون، وبقيت عملت حاجه جديده مش موجوده عشان ما يبقاش كل البروجكتس كلها نفس الشكل. اهو شايفين انا بحركه ازاي، هما خدتي بالك بيكبر ازاي يا هما والروتيشن بتاعه ازاي. انا مثلا خط الازرق ده يخليه يبص الناحيه دي. طيب انا مثلا عايزه احط صوره على الميرج كيوب، مش عايزه اللون بتاعه يكون موجود، ممكن ان انا في ابلود. ايوه في ابلود بتسال عليها مس 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 هناء بتسال عليها. نعم مس هناء بتسال على من الحته دي، يعني تجيب صور من جوجل جيف وانت تحطها فبقول لها من ابلود اهو. بصوا بقى انا مش هجيب من جوجل، ده هو مسهل عليا اصلا من ابلود. ومثلا هقول ايه هختار منها اما فيديو او ايمج او 3 دي او اول فايل او ساوند. الساوند اللي انتوا عاوزين ترفعوه لو انتوا عندكم مثلا صوت حد بيلقي شعر كويس ممكن ترفعوه. فالايمجز هنا لما انا بختار ايمج تميز الساوند يكون امتداده ايه؟ الساوند ما بقتش الامتداد بتاعه امتداده ايه؟ ايه امتداده يعني؟ بدي امتداده ماشي بصي يا بصي يا هم مكتوب لك supported file format، شايفاها جنب upload. طيب supported file format mbc او wave او aac او m4a. ايوه تمام، هي دي الامتدادات المسموحة. او انك انت ممكن تعملي ريكورد مباشر اهو، لما ضغطي على ريكورد هيسجل، اضغط على ريكورد هيعدها. قول هالو هالو ماي ستودنت، قول ستوب ريكوردينج وهو بيسميه. الصوت بعد من الخميس ايوه الصوت بعد كده تمام. لا عليه لا ايوه كده كمان. احنا بعد ما نعمل اي فيديو من دول خلاص ونخلص تماما هو بيتسيف عادي بينزل على اللابتوب مش كده، ولا بيفضل اونلاين بس؟ يعني لازم يكون في عندي انترنت وانا بعرضه على الاولاد. لازم يكون انترنت. يعني هو كله اونلاين بس ما بينزلش ده على اللابتوب. لا ممكن تصوريه بقى بالفيديو هو، يعني انت تسجليه فيديو اللي هو سكرين ريكوردينج. ده الحل الوحيد. انت عايزاهم يشوفوه، بس هي الفكره ان انا مش عايزه يا استاذه، انت استاذه هديل. انا مش عايزاه فيديو هديل هنا ليه؟ ايه كده الفيديو ده عن الفيديو اللي انا عاملاه بالكامتيجا او بالموفي ميكر؟ انا عايزاه AR و VR. انا عايزاهم يشوفوه كده باللينك، ابعت لهم اللينك، يعني انا هستفيد ايه لما احوله فيديو؟ هو كده ما فرقش عن الفيديو اللي كنا بنعملها زمان. ايوه ما هو انا بتكلم على اني لو انا عايزه اشتغله جوه الكلاس نفسه، والكلاسز عندنا ما فيهاش انترنت، احنا عندنا سمارت بوردز اوف الكلاسز لكن مش وصلها انترنت للاسف. هما مش ضروري يشتغلوا عليه جوه الكلاس، يعني حضرتك ممكن تديهم الاساينمنت بقى بعد كده. انت هتديهم الاساينمنت وتعملي كلاس وتديهم الكود بتاع الكلاس
والاسايمنت مكتوب فيه ايه، مطلوب منهم يعملوا ايه وايه وايه، وحضرتك من زي ما عملنا دلوقتي خلال حسابك، ايوه زي ما عملنا من شويه، من خلال حسابك تشوفي بقى هما اشتغلوا ايه، اتقدموا في ايه وهكذا. الصوره بتيجي بنفس الطريقه من ايمجز. الصوت ده ايه؟ طيب كده تمام؟ اه تمام. بس مثلا انا هكتب ايه؟ هالو، ما هو كان اسمه جريتنج. طيب انا الصوره دي هل انا عايزاها ايمج عاديه ولا عايزاها جي اي اف ولا جي اي اف ستيكر؟ هو شايفين انا مجرد بس ما كتبت هالو جالي ايه؟ انا ممكن اخد مثلا الصوره دي اهي، واخد مثلا دي، تمام؟ بقى عندي صورتين اهم. طيب هالو دي اعمل كليك يمين عليها واقول له اتاتش، عارفين يعني ايه اتاتش؟ طبعا اتاتش اللي هي ايه، هيلزقها على الجنب ده. يبقى انا عملت ايه على الصوره؟ انا شديتها بس، عملت كليك يمين وخدت اتاتش، فظهر لي النقط الزرقاء دي. شايفين النقط الزرقاء دي؟ ان هو لو انا ضغطت عليها يعني هتتاتش عليها. لو ضغطت على دي، ما انا عملت اتاتش مثلا اهو، اجي كده عملت اتاتش فيها. لو انا عملت تاني دي تات، خلاص اتشالت من عليها، تمام؟ بتلزقها على قد ما اقدر علشان تملى الميرج كيوب، تمام؟ وهاجي على الجنب التاني مثلا، وفي عندي هي صورة وهكبرها بالشكل ده. طيب الولد ده مثلا هيكون اسمه ايه؟ زي اللي في الكتاب. انا ما ضغطت جاب لي اسمه، بس انا ممكن اغيره. الكاركتر اللي في الكتاب عندي اسمها اسمه توم، انا اخليه هو بيتكلم اسمه باين اهو. ومثلا البنت اللي في الكتاب دي اسمها ان، شو نيم، وعندي توم والكلام. طبعا دي ممكن احركها هنا تبقى هي وده. طب انا عايز اقول للولد يقول هالو هاو ار يو، هي تقول فاين ثانكس. معايا يا جماعه ولا رحتوا فين؟ معايا يا جماعه؟ انا مش عايزه انقل على نقطه غير لما يكون كله شغال. تمام تمام جميل يا مس لميس بصراحه. طيب تمام، تسلمي يا هنا. طيب الولد ده انا عايزاه مثلا يقول هالو، فانا توم اهو، شايفين اسمه في عندي تحتها في سبيتش وفي انيميشن. ركزوا بقى على الحته دي كويس، في سبيتش وانيميشن. تعالوا اما نروح على سبيتش دي، هل انتوا عايزين يكون بيفكر كده يعني تطلع كده من راسه وحاجات تفكير كده، ولا عايزين يقول سيل يكون بيقول حاجه؟ فمثلا لو قلت له ايه، هلو اهو، هو شايفين الولد قال ايه؟ طيب تعالوا ما نجيب الانيميشن بتاعته. لو جبنا انيميشن دي، طب الانيميشن دي عايزينه يكون رياكشن ولا في اكشن مثلا؟ ان هو بوينت ولا ران؟ تعالوا نشوف ران دي هيعمل ايه. طب مش عاجبني ران، هو هيجري ويقول هالو؟ على حسب الدرس بتاعكم. تعالوا ما نشوف تاني في الاكشن. ما ما مش لميس، اتفضلي. معلش عيد الحته دي عشان مس هناء بتقول الكلام. حاضر. هو من اول انيميشن يعني. تمام. الولد ده مش هو الشخصيه دي، احنا اتعلمنا ازاي بنطلع الشخصيات، بنجيبها من اللايبراري ونختار الشخصيه من الكاركتر او من الانيمال هاوسنج. ادخلوا ودوروا واتفرجوا في اللايبراري بتاعتهم حاجات كتير،
مليانه، مش هضطر اجيب حاجه من بره الا اذا عوزت حاجه معينه موجوده عندي على الجهاز اعمل لها ابلود. تمام، عرفنا ازاي بنطلع الشخصيات ونكبرها ونغير التكستشر بتاعها واللون ويعني لون الشعر ولون التيشيرت وهكذا. لما بقف على الكاركتر نفسها واضغط كليك يمين انا ممكن اغير اسمها من هنا. مثلا اخليه اسمه علي على حسب القصة او الستوري او الدرس اللي انتوا بتشرحوه، وعلشان اسمه يظهر كود وهو بيتكلم نبقى عارفين الكاركتر دي. بنزل عند كود واختار شو نيم، هنشطها معايا كده يا استاذه، نشطها اسمه ظهر. فكده اسمه ظهر قدامي اهو علي، وكان قبل كده توم. طب ما عجبنيش ان هو علي، هضغط كليك يمين تاني وهغير الاسم ده واجي عند الكود. ما انا لو غيرته وما حطيتهوش في الكود مش هيظهر، بقول له ايه شو نيم. تمام تمام طيب سبيتش اللي هي جنب الكود دي سبيتش، ان انا ممكن اخليه بيفكر. طب تعالوا ما نخليه يفكر كده يقول ايه هاي. بصوا كده الفرق بين سبيتش وثينك، النقط وال الثينك دي ان هو بيفكر، هو بيفكر في حاجه. اما هالو ان هو ايه بيتكلم. النقطه دي واضحه؟ النقطه دي واضحه يا فكره؟ طيب تعالوا ما نشوف الانيميشن. احنا عرفنا طبعا الماتيريال ان احنا بنغير الشعر والبنطلون والتيشيرت والسكين بتاعه والاوباسيتي وهكذا، ده كان بالنسبه للماتيريال. تعالوا شوفوا في الانيميشن، اما انه نان هيقف ساكت اهو، نان مفيش خالص. ان انا هضغط كليك يمين تاني واجي عند الانيميشن واقول رياكشن. الرياكشن مثلا هو اجريسيف، اجري، تشير. تعالوا شوفوا تشير دي، شايفين فرحان ازاي؟ اه كانه هو منتصر. اغيرها تاني انيميشن واقول مثلا ساد، شايفين ساد ازاي؟ بس هو مش معقول هيكون ساد ويقول هالو والكلام ده. مثلا نقولها شوكت، شوفوا كده شوكت. اكتب يباح يباح صوت يا جماعه بعد اذنكم. تعالوا ما نشوف كل الشعر دي. تعالوا ما نشوف سيت، شايفين سيت انا تشير كانه قاعد على كرسي. ساعتها ممكن اجيب كرسي ويقعد عليه. وهنا في اكشن، شايفين سكيب مثلا، سكيب فرحان ازاي؟ غيروا بقى وعلى فكره هيتعرض زي ما هو كده على على الميرجي كيوب اللي معايا. هنا تروب اكسايد والبنت هترد عليه ايه؟ تقول برضو ايه؟ هالو ويتش. خلاص كده انا عملت حوار ما بينهم. اقعد على كرسي، انا محتاجه اجيب من اللايبراري ايه؟ كرسي. ايوه من الهاوسنج اختار مثلا الكرسي ده او ده اهو مثلا، وهخلي الكرسي اقفلها، اخلي الكرسي مثلا كده اهو واكبره شويه. الولد هخليه يقعد ازاي؟ فكروني بقى كده اضغط على ايه؟ اتاش. نعم انيميشن. انيميشن انيميشن اللي هو ايوه بيبقى ليها انيميشن. ايوه في البوست وانا بشير اهو شايفينه. ممكن بقى اعمل له ايه؟ اتاتش. اتاتش اهو، اتاتش اهو، شايفين؟ ماشي تمام جميل.
وممكن ان انا يعني اعمله كده كده واقول جروب. جروب ازاي؟ ان انا خلاص انا لزقته في الكرسي كده وخلاص بقى ايه حاجه واحده، ان انا اقدر احود الكرسي كده هيتحود معايا مش لوحدي، اضغط عليه. تاني جروب دي حاجة. هي تضغط على عليه وعلى الكرسي في نفس الوقت، زي ما حضرتك ما تكون مثلا عندك كذا صوره وعايز الاثنين مع بعض تسحبهم. انا دلوقتي فكيت في الجروب، انا لما اجي ممكن اشيله اهو، او ان انا هرجعه تاني كارتاتش. تمام. طيب ممكن ابلود ايه تاني؟ ممكن ابلود حاجه تانيه زي مثلا 3D. يعني لو في حاجه مثلا مش موجوده عندي وانا عايزه ابحث عنها، مثلا ايه لو انا كتبت مثلا ايجيبت وقلت له يبحث لي، شوفوا كده هيطلع ايه. انا مجرد ما كتبت ايجيبت طلع الحاجات دي، وطلعت 3D مش صوره. هشدها كده يبقى انا مش شرط ان انا اكون مقيد باللايبرري اللي موجوده عندي، لا انا ممكن اختار منها صور من بره. شايفين الهرم جه اهو، هرم 3D، ما هوش صوره زي اللي فاتت. جبتها منين؟ من ابلود. ابلود طبعا لما بضغط عليها بيخيرني انت عايز ابلود فيديو ولا عايز ابلود ايمج، والايمج دي ممكن تكون جي اي اف. والساوند، الساوند يا اما ان انا بسجله دلوقتي وانا واقفه عليه، او ان انا بعمل ابلود لحاجه موجوده اساسا عندي على الجهاز، او 3D موديل اللي انا لسه حالا مطلعاه. يا مس لميس لو سمحت، يا مس لميس انا عملت ابلود للساوند واسحب الساوند واشغله ازاي؟ ماشي. يعني انا دلوقتي عملت ابلود للساوند ده. تمام. دي حاجة مهمة قوي يا جماعة، علشان تشتغلوا على الأكواد دي هتيجوا شايفين كود اللي موجودة فوق، شايفين كود اضغطوا عليه. تمام. طيب الكود ده هل احنا كلنا متخصصين نقدر نكتب أكواد؟ أكيد لأ، معظمنا اللي موجودين دلوقتي إنجليش، هي مدرسين إنجليش أو مدرسين عربي أو مدرسين علوم، مش لينا خالص في الأكواد. فبالتالي هناخد طريقه سهله خالص اللي هي الكو بلوكس. واي حد اشتغل على الاور اوف كود او على سكراتش او دوال الاكسل اللي هي داله اف بالتحديد هيقدر يشتغل على كو بلوكس دي. هو بيقول لي هنا وين بلاي كليكد، يعني لما بنضغط على بلاي او هاجي اشغل الكيوب ده ايه اللي هيحصل؟ هشغل الساوند. بلاي ساوند. طب الساوند ده فين؟ وبيقول لي بلاي ساوند، هو مش محدد ساوند. افتح السهم ده، مش انت يا همه عملتي له ابلود؟ هتلاقيه موجود. انا دلوقتي كنت مسجله ومسميها هلو اهو. لما اجي اعمل بلاي طبعا انتوا مش هتسمعوه عندكم علشان في الميتنج مش هيطلع عندكم. طيب خلصت كل البروجكت بتاعي وعايز اسيبه او عايز احفظه او عايز اشيره، هو طبعا السيف هنا اوتوماتيك عشان ما اخدش برضه وقت كتير، علشان احنا كده زودنا عن الميعاد المحدد، ولو ان انا مش عايزه اقفل معاكم والله خالص، لان انا عايزه اشوف حتى انتاجكم دلوقتي اللي انتوا اشتغلتوه. اكيد انتوا شغالين طبعا، وانا شغاله، انتوا شغالين في نفس الوقت. طيب هي على ما الصفحه تحمل كده حد يقول لي اشتغل ايه؟ السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته، ويشيلوا هدومه كده، ويشيلوا هدومه كده، وأقول طب معرفش يجيبه. دلوقتي ناقص لنا بس الشير. حد سامعني؟ اه يا مستر ميس معاك معاك. لما ضغطت على الكود انا ما ايوه يا استاذ رافض بتقول ايه؟ لما ضغطت على الكود جت لي وين بلاي كليك، اضغط على ميرج ميرج كيوب. ايوه لا ده هو كده هيدخل على الاكواد دي مثل ميس. ما فيش ساوند لان انا ما نزلت ما سجلتش ساوند. اساسا ما سجلتش ساوند ومش عامل ابلود لاي ساوند. اه طب انت ممكن دلوقتي عادي تسجل ولو حاجه بسيطه، يعني اعمل ريكورد في ابلود واشتغل على الريكورد. لحظه كده هجيبها لك اهي ابلود. واختار منها ساوند بعد كده ريكورد وريكورد عشان ما يقعدش كتير يحمل في موسيقى او اغنيه. انتوا ممكن تعملوا اغنيه كامله، يعني ممكن سونج موجوده اساسا عندنا في الكتاب. وممكن موسيقى مثلا حاجه خاصه بمصر او اغنيه خاصه بمصر هتعمل لها ابلود بس. طبعا هو الابلود ده احنا قلنا في سبورتد فايل، يعني لما تجيبش اغنيه مثلا تكون هي كانت فيديو وارفعها، لا مش هيقبلها، لازم تكون مدعومه بالاختصارات اللي موجوده دي. وبعد ما حضرتك ما تخلص الريكوردنج هي خلاص موجوده اهي. لما تيجي عند الكود، هنا في على فكره اكواد كتير، يعني انتوا لو فتحتوا هنا هتلاقوا اكواد رهيبه. مثلا هنا بليس كذا في التوب من كذا، او خلونا مثلا نقول في الاكشنز. يا مس لميس، مس لميس ايوه بقول لك موضوع الاكواد ده ولو دخلنا فيه دلوقتي مش هنخلص. طيب احنا دلوقتي عملنا الدرس ده معاكي حق، احنا خلصنا خلاص وعايزين نشير. هتيجوا عند شير. طبعا هو مفيش سيف، هو فيه ريدو واندو بس، يعني هو بيسيف نفسه اوتوماتيك، يعني انتوا ما تشغلوش نفسكم خالص بالسيف، هو بيسيب نفسه اوتوماتيك. هنيجي عند شير وشير ناو، لان هو كل ما انتوا طول ما انتوا شغالين عليه كده هو برايفت، كلكم عندكم هيكون برايفت. هتقولوا ايه هو لسه مش شير، هتقولوا شير ناو. طيب شير ايه؟ عايزين تسموا السبيس ده باسم معين مثلا. هو كان عن جريتينجز، كده ولا شير؟ لما ضغطوا على يقول لي هو ده اللينك ده اللي انتوا بتدوه للطلبه او هتدوهولي تقولي احنا خلصنا اهو، اهو شايفينه اهو اداني لينك وهو ده البروجكت اهو. فين اللينك اهو؟ الصورة دي QR كود تنزل على الجهاز او اطبعها واحطها في الفصل، الولاد يعملوا سكان وخلاص وصلت لهم، تاخدوا ده كوبي وتدوه للطلبة. تمام كده يا اساتذة. الرابط اللي انا بعته لكم ده لو قدامكم حالا ميرج كيوب جربوه.
تمام كده يا أساتذة؟ الرابط اخده ازاي تاني معلش؟ تاني ناخده ازاي حالا؟ هنشير؟ حضرتك خلصت خلاص البروجكت بتاعك؟ ظهرت نفس الصورة دي. هنشير؟ ايه شير؟ شايفين شير؟ شير كده شير لينك الرابط ظهر اهو copy and paste to share this code space with QR code تمام؟ how to link the audio I uploaded احنا اتفقنا دلوقتي اعيد تاني الجزء ده من فضلك يا مستر ميس معلش ازاي اعمل لينكينج للابلود الاوديو اللي انا عملته ما انا لسه حالا قايله وهقوله تاني حاضر طيب معلش انا اسف ان انا ايوه حضرتك عملت ابلود هنا للصوت تمام اهو ساوند اما ان انا برفعه اهو بسجله لازم يكون فيه هنا صوت لان هو مش هيتعرف على الاصوات اللي عندك على الجهاز انت لازم تحطها له تمام بعد ما طلعت دي. الصوت هنا نعم اوريدي رفعت انا ملف ام بي 3 واقراه اهوت و ماشي خلاص حضرتك هتيجي عند كود احنا نعمل محاضره تانية انا واستاذه مي برضو استاذه مي استخدمت الاكواد دي هنعمل محاضره تانية على الاكواد دي بالتفصيل هتلاقوا هنا عندكم كميه اكواد رهيبه لو عايزين على ما تيجي المحاضره التانية حضرتك معانا في البريتش كونسل ايوه تمام حضرتك معانا طيب على الجروب تمام ايوه انا معاك في الجروب يعني. ايوه في الكلاس اللي حضرتك شرحت فيه تمام هنا في عندي اكواد كتيره فبدل ما تقعد تدور فين الساوند انت ممكن في السيرش اللي فوق على طول تكتب ساوند تمام تمام لما ضغطت لما كتبت ساوند جالي بلاي ساوند دي طبعا ايه اللي كنت خاطره وين بلاي كليكت يشغل صوت ايه اهو هختار اللي انا لسه رافعاه طيب ويت انتل فينيش هستنى لغايه ما يخلص علشان ينزل على اللي بعده ولا فولس يعني الحاجه تشتغل يا جماعه لو انتوا بتبعتوا طلبات صداقه ابعتوا لي الاول رساله انا مش هوافق على اي طلب صداقه الا تبعتوا لي رساله تعرفوني يعني ان انتوا كنتوا معايا في السيشن عشان نقدر نعمل الجروب اللي احنا اتفقنا عليه استاذ محمد عرفت ازاي بتحط الساوند انا بحاول اهوت يعني بحاول معاك الخطوات نفسها وان شاء الله كده هوصل يعني طيب انت دلوقتي رفعت الصوت تمام انت حضرتك ممكن تشوفي البروجكت كده لو تقدري تشوفي البروجكت من عندي احمد صادق الميل بتاعي بحيث برضك تشوفي الساوند اللي انا رافعه يعني او كده اللي هو في الكلاسز كنا عاملينها في البروجكت حضرتك حطيت الكود بتاعه تمام يا مسلميس انا شغلت الكود دلوقتي حضرتك استاذ محمد عبد القادر لا احمد صادق ايوه الاخير ده خالص ده تمام مين اللي مقلوب ده ما انا اولادي قاعدين بيساعدوني خلي بالك فيه فشغالين معايا فانا قلت ايه بفرصه ازاي هنظبطه ازاي بقى هم انا ظبطته وهم يعني واحد بيعمل واحد بيظبط معايا يعني بيساعدوني كويس ربنا يخليك يا مستر حابين اكيد حاجه زي كده الله يخليك الله يخليك الولاد حابين حاجه برضه المس مي ابنها ما شاء الله في اولى ابتدائي وصاحيه مي ايوه والكلام ده ايوه بيحب الحاجات دي خالص بسميه مي شغل الحاجات دي بتاعت التمي شغل هم وقتهم كله على التبات دلوقتي خلاص صح يعني فعلا احنا محتاجين التكنولوجي دي بشكل كبير يعني فعلا ليه ما نوظفوش بحاجه كويسه حضرتك هنا كاتب اسمها ريجولار وومن ممكن تغير اسمها من هنا زي ما اتفقنا ونسميها ايه ماري تمام ايوه تمام الكود اللي حضرتك حطيته
هو انا فتحت ساوند في السيرش بس ما انا رافع ساوند اهوت عندي عملت له ابلود وبعمل في السيرش ساوند لما كتبت اهي كتبت اس او يو شايف الشاشه بتاعتي تمام تشد بقى يا مستر شدها كده لوك تشدها من هنا كده تشدها وين بلاي كليكت يعني هي الساوند اللي انا عامله ده اللي هو ويت ده تمام هترفع تفتح نو ساوند دي ويونت 2 تعال ما نشغل كده بلاي الله ينور يا مستر تمام بس انت هي البنت مش انا اضفت الصوت كده حضرتك اضفت الصوت كده لو عملنا بلاي سامع الصوت هيشتغل انا سامع الصوت اهو تمام الصوت مش واضح قوي عندي بس كده تمام انا كده يعني ايه خطوه ممتازه كده بس البنت بقى عايزينها تعمل لها اتاتش مع التشي تمام دي الحاجات دي هنشتغل عليها عشان برضو ما نضيعش وقتكم احنا كده تمام يعني حضرتك ممكن تواصلي بقى النقطه اللي بعد كده تمام معلش يا جماعه طولنا عليكم النهارده معلش بس انتوا عارفين وقت اخذنا بقى لا ده احنا طولنا عليكم انتوا كتر خيركم احنا يعني المجهود بتاعكم انتوا يعني ربنا يكرمك يا رب ربنا يوفقكم يا مستر ولو عطوا اي حاجه احنا موجودين في ناس هنا والله عملوا حاجات اهو انا بفتح البروجكت بتاعتهم وغيروا الكيوب وعاملين اهو هو الذات يعني انتوا شايفين ازاي انتوا ممكن تفتحوا شغل الطلبه شايفين ازاي انتوا ممكن تفتحوا شغل الطلبه وتشوفوا عملوا ايه وانجازاتهم ايه ومين اللي اشتغل ومين اللي ما اشتغلش وتحطوا درجات عليها احنا النهارده الحمد لله انا ومس مي بدانا معاكم المحاضره اللي هي شرح للميرج كيوب والكوس بيس باللغه العربيه طبعا اليوتيوب مليان تيوتوريالز باللغه الانجليزيه بس احنا اعتبرنا نفسنا كسفراء للميرج كيوب والكوس بيس في مصر وفي الشرق الاوسط والبلاد العربيه والناطقين باللغه العربيه فحبينا ان احنا نقدم دعم باكبر قدر للناس اللي مش هتقدر تفهم التيوتوريالز اللي هي بالانجليش دي وهو للاسف ان مفيش فعلا باللغه العربيه فانا لما سالت مديره ميرج كيوب ان احنا ممكن نعمل ده قالت وماله انتوا سفراءنا وان احنا عايزين نوصل رسالتنا دي باكبر قدر ممكن عايزين المدرسين يعرفوا التقنيه الحديثه دي انا لما دخلت عندكم امبارح انتوا كنتوا منبهرين الاول بالتطبيقات العاديه اللي موجوده اللي احنا بنشتغل عليها بقالنا 4 أو 5 سنين لما ظهر عندنا الاي ار والفي ار طبعا انبهرتوا وقلتوا عايزين نعرف اكتر النهارده عرفنا جزء ان شاء الله هنجهز الميتنج تاني نتكلم فيه بشكل اوسع عن الميرج كيوب وعن الكوز بيس وممكن ناخد كمان في ازاي ان احنا ننشئ اشياء او مجسمات 3D وندخلها جوه الكوس بيس ونعمل الدرس عليها عرفنا ازاي ان احنا بنعمل اكاونت وازاي ان احنا بنعمل ابجرود تو برو احفظوا الاكواد بتاعتنا احنا كتبناها لان الاكاونت بتاعكم دوت هيقفل بعد شهر اللي عمل حساب النهارده 8/8 هيقفل معاه 8/9 فبالتالي هو محتاج بعد 8/9 هيعمل حساب جديد بايميل جديد مختلف عن اللي كان موجود هيقعد معاه برده شهر ممكن تستخدموا فيه نفس الكود عشان يظهر معاكم الميرج كيوب هتقدروا ان انتوا تعملوا كلاس جديد كرييت نيو كلاس وممكن تعملوا سبيسز جديده بكرييت سبيس لما عملنا السبيس بتاعتنا واخترنا الكاركتر من اللايبراري والاوبجكتس من اللايبراري وشفنا الانيميشن وشفنا ازاي ان احنا نخليه يثينك او يسي ممكن بعدها نعمل شير ولما نعمل شير هيظهر عندنا رابط هو ده اللي بنديه للطلبه او هو ده اللي انتوا عاوزين تشيروه لو عايزين تشيروا على الفيسبوك استاذه مي ممكن دلوقتي تحط اللينك بتاع الجروب بتاع الميرج هو الميرج اديوكيتور ايوه ميرج اديوكيتور حاضر حالا ممكن تنضموا للجروب ده الناس دي على فكره بتشوف شغلكم وبتهتم بيكم وبتدعمكم بس اعملوا لي انا ومي منشن علشان نقدر
ندعمكم. هي مي حطت اللينك بتاع الفيسبوك بتاعي لميس جوده، احطه له احطه لكم برضو. ومي محمد اعملوا لنا منشن واحنا عشان نعرف ان انتوا يعني انتوا اللي حضرتوا معانا عشان نبتدي احنا ندعمكم. ولو انتوا عملتوا على الفيسبوك عادي اعملوا لنا برضو منشن علشان نشوف شغلكم، واحنا اللي هنوصلكم لشركه ميرج كيوب والكوز بيز ان هم فعلا يطلعوا ويشوفوا ان في فعلا في اديوكيتورز موجودين في مصر يقدروا يستخدموا التقنيه اللي هي رقم واحد في العالم ويبدعوا فيها، وممكن يكونوا في يوم من الايام سفراء لانهم بيوصلوا رسالتهم دي لطلابهم بشكل جذاب وبشكل جميل وممتع وملفت للنظر وفي نفس الوقت متوافق مع التقنيات الحديثه ومهارات القرن 21. اي حد يا جماعه هيبعت لي طلب صداقه انا ومس مي عشان عندنا طلبات كتير، بس يعرفنا ان انتوا كنتوا معانا النهارده في السيشن. اه يا ريت يا جماعه بس تعرفونا بس عشان نقبل الطلبات، وممكن ساعتها ان شاء الله نجمعكم كلكم في جروب واحد ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا لو اتاخرنا عليكم في قبول الطلب اكتبوا لنا رساله انا كنت معاكم اليوم، ومن خلال انا ومس اصدقاء على الفيسبوك مجرد ما هتعملوا لنا منشن للبروجكتس الجميله اللي انتوا هترفعوها احنا هندعمكم. احنا هنوصلكم كده. هنوصل الرساله دي. طيب استاذه مي هتضيفي حاجه؟ انا بس بحب اشكرهم بس وبقول لهم ان هي يعتبر دي اول محاضره، وان شاء الله المحاضره اللي جايه هنشوف موضوع اكتر يعني ما ان شاء الله في جديد، يعني ان شاء الله الموضوع مش هيقف على قد بس الشغل بتاعنا اللي هو الكوز بيس والميرج، ان شاء الله هنوريكم حاجات اكتر واكتر. بس وربنا يسهل لكم الامور يا رب ان شاء الله، وشكرا لحضراتكم على حضوركم وسهركم. معلش احنا اسفين. المهم يا جماعه الريكوردنج لو عاملين برضه ريكوردنج ليه، لو في يوتيوب شانل ارفعوا لنا عليها بحيث نراجع تاني او الناس اللي ما شافتش تشوفه برضه يعني. تمام. وكذلك السيشنز اللي القادمه يعني بعد اذنكم. تمام حاضر يا مستر. هي حاليا دلوقتي هو بس النهارده كان في مشكله في الريكوردنج، انا بركز ما كنتش عايزه ازعلكم بس مضطره ان انا اقول هو الجزء بتاع استاذه مي كله الجزء بتاع استاذه مي كله متسجل تمام. وشغل بتاعك انت ماله؟ انا كنت وقفت الريكوردنج وكنت نسيت اعمل ريكورد تاني، وانتوا طبعا ما حدش خد باله ان كان ريكورد ولا لا، بس انا في نص ما انا شغاله اكتشفت بس انا سجلت على فكره. كنت انا كان عندي برضو ريكورد شغال بس بدات من ليا كام دلوقتي 24 دقيقه شغال ريكوردي. مفيش مشكله خلاص، احنا انا ومس مي هنتبادل مع بعض الريكوردات وهنطلع لكم فيديو كامل. ان شاء الله هجمع لكم فيديو على بعضيه ان شاء الله، واي جزء ناقص انا قلته وناقص انا هسجله تاني. هكمله مش مشكله. ان شاء الله يعني انتوا ما تقلقوش يا استاذ احمد، انا هحط لكم برده اللينك بتاع الفيديو ده على جروب الواتساب بتاعنا بتاع البريتش كونسل، واي حد منكم لما هتبعتوا لنا طلبات صداقه وتقولوا ان انتوا تبعنا هنحط لكم رابط الفيديو ده. مستر محمد يعني انت سجلت؟ مستر محمد سجل؟ ما حدش سجل يا مي عشان احنا الايميل بتاعنا لا ممكن يكون سجل هو من برنامج اخر، هو بيقول سجلته اهو مستر محمد زكي. طيب رائع ممتاز ربنا يبارك لك. ايوه كده ابعتوا لي يا مستر، يبقى ابعتوا لي على الفيس، ابعتوا لي على الفيس. طيب احنا الحمد لله النهارده بقدر الامكان قدرنا نغطي الميرج كيوب والكوز بيس، وانتوا كمان لما هتشتغلوا فيه هتفتحوا فيه اكتر يعني انتوا دوروا ما توقفوش على كده. احنا دلوقتي عرفناكم الطريقه وانتوا كملوا وابدعوا، واحنا هنوصل لكم الرساله دي، هنوصل الرساله دي للماجيك كيوب والكوز بيس، شوفوا مبدعين مصر بيعملوا ايه. وعندنا برضو تطبيقات كتيره، اللي شاف معايا امبارح في البريتش كونسل شفتوا الكتاب نفسه كتاب المدرسه، انا مش محتاج ماجيك كيوب يعني ان انا هعرض عليه، وشفتوا كمان ان انا ازاي بعرض على الحيطه. فاحنا عندنا تطبيقات كتير كتير، ما كناش عايزين نلخبطكم من اول مره، هنستكفي النهارده بالجزء ده وان شاء الله. انا ومس لميس دلوقتي في ناس بتقول جروب الواتس، اللي مع اللي بتتكلم عليه مس لميس تبع الشغل بتاعهم بتاع اللي هو البريتش كاونتر. احنا ان شاء الله هنعمل لكم جروب. يفضل ايه، انتوا عايزين واتس ولا عايزين جروب فيس؟ انتوا عايزين ايه؟ خليه واتس، وكل واحد منهم يبعت لنا في رساله رقم الموبايل بتاعه. طب تمام خلاص واتس افضل. تمام يا ريت بس تبعتوا لنا بس الارقام بتاعتكم على الفيس بتاعتنا
عشان نجمع كله ان شاء الله في مكان واحد ونبقى كلنا مع بعض ان شاء الله مستمرين هو مع بعض. دلوقتي حالا كل واحد يكتب رقمه ورقم الواتس بسرعة. يا ريت برضه انا بقول كده برضه. انا بقول كده برضه يا بس. يا ريت يا جماعة تكتبوا ارقامكم. اكتبوا ارقامكم كده. قبل ما نطلع من هنا عشان احنا ما نتلخبطش. عشان هنا. هناخدهم في مستند وورد بقى يا نايل. ايوه. استاذ رافت انا مستنيه النهارده اشوف شغلك. ان شاء الله. انت مدرس ايه اصلا؟ دراسات اجتماعيه. جميل. يعني انت ممكن دلوقتي من الصور تطلع خريطه. يعمل احلى شغل مستر استاذ رافت. اه والله. والله صح. وتعمل السحاب. تعمل السحاب اللي موجود. او المطر اللي هتنزل يعني شوف انت على حسب الدرس اللي ممكن عندك برضو دراسات دي تاريخ يعني ممكن زي اللي انا عرضته عليكم قبل كده انه يتكلم عن الشخصيات التاريخية وانجازاتها وعلى فكرة ممكن يكون بالعربي مفيش اي مشكلة الصوت يكون بالعربي والكتابة تكون بالعربي الاسم بالعربي اسم الكاركتر بالعربي كل حاجة بالعربي والمحادثة بالعربي دلوقتي. ايوه احنا النهاردة عاملينه للناطقين باللغة العربية او الناس اللي هي مش يعني مش بالانجليز عاملينه النهاردة بالعربي فانتوا مستهدفين انتوا تعملوا الدروس دي حبيتوا تعملوه بالانجليش يعملوه بالعربي يعملوه وانا منتظرة منكم بس اهم حاجة تعملوا لنا منشن عشان يظهر عندنا عشان انت لو عملتوا على صفحتكم ممكن ما ناخدش بالنا منها. الجروب ده اللي مستر محمد سالم بيقول لكم عليه ده بتاع المرج ايديوكيتورز. يا ريت واحنا بنشير عليه حاجه تكون تليق بمصر يعني انتوا دلوقتي بتعبروا عن بلدكم فبالتالي احنا مش هنحط اي بروجكت كده ولا نحط علم مصر على الارض لا هنحترم عالمنا ونحترم شخصياتنا ونحترم رموزنا لان في ناس كتير من حوالين العالم كله من بلاد مختلفة موجودة في الجروب ده فانت شغلك بيعبر عن بلدك بنحترم بلدنا بنحترم عالمنا عالمنا عالم مصر يكون مرفوع فوق السماء محدش يفرشه على الارض ابدا ولو عطوا اي حاجة يا جماعة كلمونا بس على الماسنجر واحنا تحت امركم في اي وقت انا والاستاذة مي ان شاء الله انا اخذت كل الارقام الموجوده بس في ارقام في ناس ما حطتش ارقامها يعني عموما احنا هنحط ارقامكم والباقي بساعتها ممكن نستميس تضيفوا من لما حد يبعت لنا طلبات يعني وكده تمام هتوصل مننا اي حاجه يا جماعه انا استاذه مي استاذ محمد زكي هو يا مي ما انا اخذت النمره اهو تمام ربنا يوفقكم وان شاء الله نشوف احلى شغل منكم ان شاء الله نشوف احلى شغل في جروب المصريين ان شاء الله نشوف الشغل بتاع كله استاذ رافت النهارده هشوف الشغل وهمت كذلك همت فاضل لها حاجه بسيطه واظن انا شايفه فاطمه برضو معانا فاطمه عايزه تسالي اي سؤال سمحت فاطمه كان ليها كام سؤال كده كانت عايزه تسال فيهم اظن هي لو ما سالتش يبقى احنا كده غطيناه اكيد يا مس اكيد كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم وان شاء الله دايما متميزين ونسمع عنكم كل خير ودايما مبدعين وانا ومس مي تحت امركم في اي وقت تحت امركم في اي وقت بس الفتره اللي فاتت احنا كنا كتر خيرنا بس كان مرخومين شويه بس عشان كان في شغل تدريبات علينا ومجهود كان علينا بس خلاص دلوقتي الحمد لله تمام ففتحت امركم في اي وقت ان شاء الله متشكرين جدا جدا العفو يخليك يا استاذ رأفت ربنا يبارك لك يا رب ربنا يوفقكم لو عاوزوا اي حاجه كلمونا ان شاء الله ومستر محمد زكي هيبعت لي يا مس الفيديو اللي هو مسجله ومع اللي احنا مسجلينه وان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا يا جماعه وكل سنه وانتم طيبين انا ان شاء الله من الليل ان شاء الله من الليل ده ان شاء الله كده انا هضيف كل الارقام هضيفكم ان شاء الله دلوقتي ان شاء الله بس انا اخلص بس وهضيفكم على الواتس ان شاء الله عشان نعمل جروب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين وحضراتكم باذن الله ان شاء الله شكرا لكم شكرا ايوه
مع السلامة. مع السلامة. شكرا. السلام عليكم. أكو سركات. مي ما تقفليش عشان ممكن حد يكتب رقمه. طب تمام، انا فاتحه، ما تشغليش بالك.